طبعا انا برحب بالاستاذ عبد المجيد المهلمي لانه هو صديق، وهو صديق يعني ثورة، وهو يعني انا الحقيقة شرفت بزمالته في الجمعية الوطنية للتغيير، وهو من الثوريين يعني اللي لعب دور مهم جدا في الثورة من زمان جدا، من قبل الثورة على الاقل بسنتين مثلا، وكان دايما جد جدا وتنفيذي، ويعني في بقى حاجات كتيره نذكرها مع بعض. لما كنا عايزين نعمل الموقع بتاع الجمعيه الوطنيه للتغيير وموقع التوقعات بتاعه البراده وكده، لعب دور مهم جدا الحقيقه في الثوره المصريه. هو اقتصادي اظن، انه قريت طبعا مع المجموعه، طبعا المجموعه اظن ارجو ان المجموعه تكون موجوده متوفره. بكام هي المجموعه؟ 7 جنيه. يعني 7 جنيه يعني ولا حاجه، كانهم وقعوا منكم. يعني 7 جنيه. طبعا دي مزايا دار الهلال، الكتاب الهلال، انه بيطلع يعني كتب رخيصه، والحقيقه هو مكتوب في الاخر السيره الذاتيه بتاعته. فهو اقتصادي وعمل اشتغل في مناصب اقتصاديه كثيره، واظن انا عارف من زمالتي بيه في الجمعيه الوطنيه للتغيير ان هو قعد فتره، مش انت قعدت فتره في الخارج؟ انا عشت حوالي 28 سنه برا مصر. فين بقى؟ بلاد كتيره، اخرهم كانت في لندن، 8 سنين في لندن، وقبل كده عشت 5 سنين في باريس، سنه في جنيف، 4 سنين ونص في الرياض السعوديه، 4 سنين في البحرين، سنة ونص في مسقط عمان، سنة في تونس، سنة ونص في الأردن. ولما تجمعهم هيطلعوا 8 سنين. انترناشونال يعني. أنا رجعت سنة 1999، في نص 99. ده كمان اشترك في الثورة وفي الجمعية الوطنية، ويعني عمل دور مهم جدا في الجمعية الوطنية للتغيير. طبعا المجموعة الحقيقة طبعا اكتشفت حاجة، ان احنا كنا في نفس المدرسة، فده اسعدني جدا. يعني هو كان اكبر مني بس شوية، انما كنا احنا كنا في نفس المدرسة، كنا فقعدنا نفتكر بقى. احنا كنا مدرسة اسمها الليسيه في باب اللوق، وهو كان كبير، وانا يعني كانوا بالنسبه لنا بقى، لما انا قعدت افتكر لما قريت افتكرته، يعني كان هو مصاحب النخبه بتاعت المدرسه. مين اللي اتخرج يا دكتور من النخبه في المدرسه بتاعتك؟ كتير. زي مين؟ مش كلهم شخصيات كويسه. لا، في شخصيات زباله وحزب وطني وبتاع، مش شرط. ما في كتير، في فلول كتير جدا، يعني فلول اكتر يعني من بس محمد عبد القدوس مثلا، خريج المدرسه بتاعتنا، محمد عبد القدوس، محمود اسمه، كنت في لسيبه بلو، بوسينه كامل، بوسينه كامل، ما دي ده جزء كويس ثوري. لا، هي تركيبه المدرسه تدي على فلول جامد يعني. يعني هي يعني الاسامي اللي اشتركت في الثوره قليله جدا، او اللي عندها يعني واي ثوري، بقيه الناس الدنيا. لا، وانت يعني اصل الوعي بيبقى مرتبط بالطبقه، وناس قليله جدا اللي تقدر وعيها يتعدى مصالح الطبقه بتاعتها، قليله جدا، طبيعي جدا، طبيعي جدا. وبالتالي فانت لما بتنتمي الطبقة، هي طبقة تقريبا يعني ما عندهاش اي مشكلة في اي حاجة، فبتحاول انها تفلسف ان احنا مش محتاجين الثورة ولا حاجة، لانها مش عايزة تقول ان انا عايز احافظ على مصالحي، عمرها ما هتقول كده، انما هتقول بقى والله الشعب عايز يتعلم، بروحوا اتعلموا الاول، مش عارف ايه. يعني ده ناس كتير جدا، ان دي فوضى طبعا، لو فلول قوي بقى بنقلب بقى دي مؤامره وبتاع ومش عارف ايه. انما في النهايه انت الطبقه المتوسطه العاليه نادرا ما يعني كلها يعني معظمها الطبقه المتوسطه هي المحركه، هي الطبقه المتوسطه الصغيره،
وهي دي البلوجرز وهي دي اللي عملوا لان انا اسف امكانيات الطبقه دي امكانياتها التعليميه والذهنيه اكتر من اللي حصلت عليه، يعني اللي حصلت عليه اقل من اللي هي تستحقه ده في العالم كله، وبالتالي بتبقى هي المحرك بتاع الثوره، لان هم دول مش جهله، لا هم متعلمين بس مش مستريحين، فوقيهم ناس متعلمين ومستريحين، فدول مش عايزين حاجه الا بقى ايه يعني يعني مجموعات من البط الازرق او الاسود كده اللي هو زي انا والاستاذ عبد المجيد ومحمد عبد القدوس وبتاع، يعني دول ناس قليله، انما الطبعه نفسها بتبقى طبعا هتلاقي نادي الجزيره كده، هتلاقي نادي الصيد طبعا عنده جزء اسلام سياسي، يعني ده موضوع تاني، ده موضوع تاني، يعني ده موضوع فرق الاجيال طبعا، فرق الاجيال طبعا طبعا طبعا، بس في النهايه يعني اللي بقوله ده مش في الثوره المصريه بس، في كل الثورات اللي بيقود الثوره دايما هم الطبقه المتوسطه الصغيره اللي هي اتعلمت ودخلت الجامعه وخرجت وكده شكرا جزيلا، ولكن لم تحصل على حقوقها، واخد بالك، وبالتالي بيبقى عندها كل حاجة، بيبقى عندها الوعي وبيبقى عندها الاحتياج للتغيير وبيبقى عندها الأفق بتاع ان حقوقها ايه بالظبط، بتبقى تحتها ناس بتعاني بس مش فاهمة، يعني مش فاهمة حقوقها ولا فاهمة لانها نالت درجة اقل من التعليم، وبعدين فوقيهم بقى ناس اللي هم مستريحين، اللي هم متعلمين ومستريحين فمش عايزين اي تغيير، واي تغيير قلقانين منه لان هيجي على حسابه. فيعني المدرسة بتاعتنا قدمت ناس كتيرة يعني فلول، يعني قدمت بس أسامي الثوريين مش كتيرة. الحقيقة إن النص بتاع أو المجموعة بتاعت الأستاذ عبد المجيد بتدل على حاجة، بتدل على نظرية اللي هي إنه في ناس كتيرة جدا أدباء وكتاب وفنانين ظروفهم لم تسمح بإن هم يتفرغوا للكتاب، إن هو راجل اقتصادي وقعد فترة طويلة في الاقتصاد وكده، ولكن العمل بتاعه فيه افكار جميله، يعني هو متخيل، وارجو ان هو احنا هنخليكم يعني اقرا لنا قصه واحده بس علشان بقيه القصص بقى لما تشتروا الكتاب ان شاء الله. عنده خيال حلو قوي، يعني هو عنده قصه ان في شريحه تليفون عندها وعي، يعني ابتدت تفهم الكلام اللي هو بيوصل عن طريقه، وهو بيقول بيبتدي بيقول ان انا الحقيقه مش مصريه، الشريحه بتتكلم عن نفسها، انا كوريه. وزي انه هذه الشريحه طبعا بتقول بقى ان انا في ناس بتقول كذا وناس بتقول كذا، لان هي عندها وعي بانها تنقل الكلام، وبتقول انا برضو مش زهقان، انا بستمتع، انا بنقل افلام وبنقل مزيكا وببقى مبسوطه وكده، ولكن في ناس بتقول كلام فارغ وبتاع. الفكره حلوه جدا الحقيقه، وبالتالي احنا قدام نظريه بتقول ان مش الادباء مش هم بس اللي بيكتبوا ادب، يعني في ناس كتير عندها طاقه ادبيه ولكن ظروفها لم تسمح لها بانها تمارس الفن، وده بيطلع في حاجات كتيره، بيطلع مثلا في مجموعه قصصية الأستاذ عبد المجيد طلعها دلوقتي، طبعا فكرة ان حد يطلع، يعني هو لا زال شابا يعني غضا بضا، انما هو يعني هو اجتاز الستين الاولى من عمره، انما ده مسبوق في الادب، مسبوق لو حد كان شاطر في العربي ده مقرر اللغة العربية، كنا احنا بندرس حاجة اسمه النابغة زوبياني، ما اعرفش حد يفتكر ولا انتم مش شاطرين في العربي ولا ايه، النابغة زوبياني ده هم سموه النابغة ليه؟ الراجل قاعد ما عملش اي حاجة وفجأة راح كاتب شعر، فبقى من اهم الشعراء، وهو يعني كبير يعني في سن الستين او بعديها، وبالتالي سموه النابغة ليه؟ وكأنه قد نبغ فجأة، يعني كأنه قبل كده كان عادي فحصل له نبوغ مفاجئ، بس ممكن طبعا، ممكن جدا، ممكن جدا، ممكن جدا، اقول لكم نماذج دلوقتي يعني عفو الخاطر كده،
يعني مثلا في اهم اهم اديب في تاريخ اسبانيا اسمه سيرفانتس. سيرفانتس ده قعد لغاية سن الستين زن بغز وبياني كده يكتب كلام فارغ، يعني يكتب حاجات وحاجات عيال وبتاع ونوكت وكلام، وبعدين راح كاتب دون كيشوت اللي هي العمل بقى الأهم في التاريخ الأدب الأسباني، وبالتالي ده بيحقق هذه النظرية. مش معناه ان هو كان يعني كان ما عندوش فكرة خالص، لا، لم تتح له الظروف ان يعبر عن الأدب بتاعه زي كما يريد. قصة تانية انا شايفها قصة لطيفة برضو، روائية عظيمة جدا اسمها إيزابيلي ياندي. إيزابيلي ياندي دي عمها كان رئيس تشيلي. تشيلي دي يعني حصل فيها مادة اشتراكي، وبعدين انتخبوا رئيس اشتراكي اسمه سلفادور ياندي. سلفادور ياندي ده كان بطل الشعب التشيلي، وكان اشتراكي، الكلام ده في اوائل السبعينات واواخر الستينات، وكان اشتراكي، حركة قوية جدا، الاشتراكية كانت قوية جدا، يعني كان اصدقائه وشاعر كبير جدا اسمه بابلو نيرودا، واصدق يعني الاشتراكيين كانوا اقوياء جدا في تشيلي. فعملوا انتخابات محترمة، عملوا انتخابات محترمة فكسب سلفادور ياندي، زعيم عظيم جدا. ابتدى يعمل ايه؟ قال ان تشيلي بتتنهب. بتتنهب ازاي؟ عن طريق الشركات الامريكية. نموذج انه مثلا تشيلي فيها مناجم نحاس، الكلام ده طبعا المفروض احنا ندرسه عشان لا نكتفي بان احنا نقعد نشتم امريكا ونعمل، يعني لازم نبقى فاهمين تاريخ الولايات المتحدة الاستعماري علشان لما نعرف دلوقتي اللي بيحصل ده هو ده الطبيعي. مناجم نحاس المفروض انها في تشيلي واخدها الشركات الامريكية وبتديهم حاجة قليلة جدا جدا وبتنهب كل الفلوس، والنحاس دي مهمة علشان بتعمل كانت لشركة اسمها الشركة الام بتاعت الاتصالات ولا زالت اسمها AT&T. فهو قرر زي عبد الناصر كده، قرر قال لا احنا المناجم دي بتاعتنا فاحنا هنأممها وبعدين نتفاوض بقى من اول وجديد. تعالوا بقى ايه نتفاوض، يعني المناجم دي عندك ولا عندنا؟ لا دي عندنا، خلاص دي بتاعتنا، تعالوا بقى نتفاوض من اول وجديد. هذا لم يكن مسموحا. نكتشف بقى لما الوثائق بعد كده، بس وثائق بجد يعني مش وثائق زي اللي بتطلع في القناة الراجل بتاع البط والكلام، لا وثائق بجد يعني وثائق طلع من الخارجية الامريكية وكده، ان شركة AT&T اتصلت بالCIA بالمخابرات الامريكية وقالت لها ان الوضع ده هيؤدي لانه كل خدمات التليفون اللي في الولايات المتحدة هتغلى عشان هما بيستخدموا النحاس في السلك، يعني بالظبط بيستعمل وبياخده بفلوس قليلة جدا، وهيعمل ربكة بقى في العالم، لان لما يكون مناجم زي تشيلي دي مثلا بتعمل تلت الانتاج فيبتدي يبقى فيها هيجان الباقي هيغلى، فيه قلق جامد جدا. فعملوا ايه بقى؟ دفعوا $1,000,000، كلام ده سنة 73، لمجموعة زي المجلس العسكري بتاع تشيلي كده، كل واحد $1,000,000، وراحوا عاملين انقلاب، على انقلاب بجد بقى، مش انقلاب على الرئيس اللي كان منتخب بجد، مش اللي هو اللي قام اسمه اللي هو سلفادور ياندي. سلفادور ياندي الحقيقة، وبرضو اتمنى ان احنا ندرس هذا الكلام، يعني اتمنى ان احنا ندرسه. اتفضل يا فندم. سلفادور ياندي مشهد عبقري. خلاص الجيش اتقلب عليه وقالوا له تسيب القصر والا هندقه بالطيران. فقال لا، انا موجود بإرادة الشعب ومش همشي غير بإرادة الشعب. وراح عمل، كان عنده إزاعة جوه القصر، فراح عامل بيان للناس وقال لهم انتوا آخر مرة هتسمعوا صوتي لأنه حصل خيانة وحصل انقلاب وحصل كذا، ولكن أرجو ان انتوا تفضلوا فاكرينه، أنا عايز أضرب مثل
لانه عايز اضرب مثل لانه ارادة الشعب اقوى من الدبابات واقوى من كده فانا مش هسيب. المهم ايه مشهد بقى عبقري بصراحة. اليندي ده كان عضو في الحزب الاشتراكي التشيلي اللي هو كسب الانتخابات، فعنده بقى رفاق واصدقاء معاه، كل الوزراء دول اصدقاء واتحبسوا مع بعض وعملوا وبتاع. فهو بيقول لهم انه مفيش اي فكرة ان انتوا تفضلوا معايا لانهم هيدوكوا القصر دلوقتي، فانتوا لازم تمشوا، انتوا لازم تمشوا. فالمهم ارتبكوا طبعا، موقف انساني صعب جدا، وهو وطبعا دول الرفاق بقى يعني كفاح سنوات طويلة. فقال لهم علشان يرفع الحرج، فقال لهم انا هطلع فوق عشان ايه. الموقف بتاع انه صديق او رفيق وهو بيمشي ويسيبه موقف صعب، وهو عايزهم يمشوا، فقال لهم انا هطلع فوق وانتوا تمشوا واعمل لهم عربيات وكل حاجة. وطلع فوق فعلا وقعد شوية ورجع ملقاش ولا واحد مشي، ملقاش ولا واحد مشي. طبعا جه راجل مفتري اسمه بينوشيه، ده طبعا شخر من الدنيا كلها وقتل ودبح وبتاع، واتقتل الراجل وعمل مذابح رهيبة. ده امريكا اللي حطته وحافظ طبعا على مصالح الولايات المتحدة وكل حاجة وبتاع. بس عشان كده انت لما يعني برضو الناس لما بعض الناس اللي بتهاجم الثورة المصرية او موجتها الكبيرة يوم 30 يونيو بيستعملوا ده، بيستعمل في غير محله، والناس ما بتبقاش عارف يعني الجارديان كتب بينوشي ولا هنا مش واخدين بالهم. لا طبعا انت مش بينوشي ولا حاجة، لانه سلفادوري يندي لم يلغي النظام الديمقراطي، لم يلغي النظام، والشعب كله كان معاه. ايه بالظبط 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 بالظبط. فالمهم ايه اللي حصل، انا بقول لكم قصه جميله، دي قصه بديعه بصراحه. عمها خبوها لازم. الراجل ده طبعا كل اسره يدي لازم تهرب اذا كان ده الكبير حصل فيه كده. فهربت إيزابيلي يندي مع أخوه ولفت بقى في بلاد أمريكا اللاتينية وقعدت تشتغل. ده إجابة على سؤال حضرتك. قعدت تشتغل صحفية والعيلة متبعترة في 60 حتة. لما بقت 40 حاجة و40 سنة قالوا لها إن جدها بيموت، جدها لأمها بيموت، لا هي عارفة تشوفه ولا هو عارف يشوفه. فقالت أنا هعمل رسالة كبيرة لجدي، كانت فوق 40 ولم يجي في دماغها خالص إنها تكون أديبة ولا أي حاجة، كانت صحفية عادية جدا. وقالت أنا هعمل رسالة كبيرة لجدي وهبعتها له، سواء بقى لحقته قبل ما يموت ما لحقتوش يبقى أنا عملتي. وقعدت تحكي على إزاي وهي صغيرة وعلاقتها بجدها ومش عارف. وبعدين لقيت الموضوع بيكبر بيكبر بيكبر، فعملت اول رواية، وانا في رأيي اهم رواية اسمها بيت الاشباح. بيت الاشباح دي لم يكن مقصود انها تكون رواية، هي كانت عايزة تكتب برسالة لجدها، فلقيت اتفتح قدامها عالم، فبقت بعد كده من اهم الروائيين في العالم ولا زالت حتى الآن. يعني هي بدأت أول عمل وهي معدية سن الأربعين ومن غير ما تقصد. ففكرة إن حد بالضبط حد يكون ظروفه بس لم تسمح أو كده، إنما ممكن يبقى موهوب، يعني مش شرط. إن طبعا أمثلة كثيرة على الموضوع ده، وفي في العكس في حد بيبتدي بدري جدا ويخلص كل حاجة خلاص ما يعرفش يعمل حاجة تانية. فعلاقة السن بالأدب غامضة شوية. وبعدين كمان
في حاجة اسمها السن الروائي. السن الروائي ان انت ممكن تكتب قصة قصيرة او شعر وانت سنك صغير جدا. صعب قوي تكتب رواية، لان الرواية محتاجة انك تعيش، يعني بعندك خبرة حياتية، يعني تشوف ناس كتيرة، يعني تشوف شخصيات كتيرة، علش فبالتالي السن مبكر جدا بيكون مش ما هواشي الحقيقة مناسب، او يعني نادرا ما حدث، ما لحقش يعمل خبرة حياتية، ما لحقش يعيش. الرواية لازم تعيش وتكتب، انما قصة قصيرة الهام، الهام كامل، يعني زي الشعر الهام كامل. تلاقي شعر في سن 17-18 سنة 20-21-22 بقى شعر رهيب. الراجل مات عنده، ابو القاسم الشابي مات في العشرينات مثلا، ورامبو ورامبو ده شاعر فرنساوي كبير، يعني مش رامبو اللي هو التاني مش مقصود رامبو التاني، واخد بالك؟ لازم يكون في سن روائي. ولو انت عملوا دراسات لقوا انه معظم الروائيين اعظم انتاجهم بيبدا بعد سن ال 45، يعني بيبتدي يبقى عنده هذا النضج الانساني اللي يستطيع ان هو يعمل بيه شخصيات كتيره ويعمل بيه. وبالتالي فالاستاذ عبد المجيد ليس بعيدا عن كل هذه المجالات ولا كل هذه القواعد. عجبتني طبعا المجموعه فيها افكار حلوه، طبعا ممكن اداء الافكار ممكن يبقى ساعات حلو جدا وساعات يمكن يبقى احسن من كده، انما الحقيقه فيها افكار وفيها خيال، وخيال لطيف. يعني هو اقرا لكم دلوقتي قصه الشريحه اللي انتحرت دي، وقصه لطيفه، يعني قصه انت لما تتخيل انه ان في شريحه تليفون عندها وعي، يعني هي عارفه بالظبط اللي بي زي في، بس مع الفرق ان زي فيلم فكره البوسطجي بتاعت يحيى حقي، بس مع فرق الزمن، ان البوسطجي هنا بقى شريحه ما بقاش بوسطجي. فهي فكره انها بتنقل حاجات كتيره، وهي نفسها تعبت، يعني تعبت بقى من عنده حاجات لطيفه، يعني تعبت من حاجات غبيه بنقولها كتير مثلا عن نفسنا في التليفون، تعبت من الاكاذيب، تعبت، يعني انت بعد فتره بتحس ان انت فعلا متعاطف مع هذه الشريحه اللي احنا يعني عذبناها بكل هذه الاكاذيب وهذا الغراء اللي هي عماله تنقله من ودن من بق الودن ومن ودن البق. ف انا عايز اقرا القصه لانها قصه الحقيقه لطيفه، وانا برحب بيه جدا الحقيقه، وسعيد جدا جدا بوجوده معانا، فلو سمحت الحقيقه يعني. تفضل. مساء الخير جميعا، احب اشكر الدكتور علاء الرسواني على دعوته الكريمه، وانا زيكم او زي اغلبكم اتعرفت عليه من خارج، وفاكر كويس لما قريت عمره يعقوب، كنت بشتغل في المدن اياميها، قريتها في 3 ايام، كنت برجع من الشغل اسهر عليها، وقعدت 3 اسابيع مكتئب، عندي اكتئاب شديد. بعد كده تعرفت عليه زي ما الدكتور قال عن قرب في الحملة المصرية ضد التوريث اللي بعد كده بقت الجمعية الوطنية للتغيير. ومن الحاجات اللي افتكرها، يعني من الحاجات اللي كان الدكتور علاء بيقولها وافتكرها له كويس، يقول لك احنا مش عايزين نسجل موقف، احنا عايزين نغير فعلا. فيمكن قال الجملة دي 2-3 مرات وعلقت معايا، ما هو ما كانش بيجي مش عايز يسجل موقف، هو عايز في ناس كانت بتروح علشان تقول احنا ضد التوريث وتروح، فبتسجل موقف، يعني مش عايز اتغير، بتقول لك والله انا طلعت بيان خلاص سلام عليكم، فعشان كده يعني طبعا الدكتور علاء لازم الواحد يحييه على مواقفه، على شجاعته وعلى مواقفه، اللي هو دايما مع المبدا، يعني بيدافع عن الحق وبيدافع عن المبادئ، ودي شجاعه يعني نادرا ما بنلاقيها في كثير من المثقفين او الكتاب، يعني اللي هو يعني فرنسا بنسميه انتلكتوال انجاجي، ما دام احنا من الليسي فهو يعني انتلكتوال انجاجي، زي ألبير كاميو، زي جان بول سارتر، يعني زي يعني اللي هم كانوا بينزلوا مظاهرات وينزلوا مش بس بيكتبوا، لكن بينزلوا في الشارع. وطبعا الدكتور علاء كان له دور كبير في الثورة، وكان دايما مع الجماهير يعني، وكان بيعرض حياته طبعا للخطر وما زال. ف
فطبعا احنا بنحييه جميلة وهو بيعلمنا كل يوم يعني في كتاباته المستنيرة ومواقفه الشجاعة اللي هي دايما مع المبادئ الإنسانية الكبيرة اللي هي يعني محتاجينها كتير في مصر. يعني مفاهيمنا كتير مختلة ومحتاجة مراجعة في كثير من الأحيان, ودكتور علاء بيقوم بدور عظيم في هذا المجال. لا ده بحقيقي. هقرأ لكم. المجموعة بتتكون من 3 أجزاء, 17 قصة قصيرة, في منهم قصص كتيرة تودي السجن, وكتير من ضمنهم قصص أكثر من جريدة رفضت تنشرها. يعني أفتكر كويس قصة, هما 3 أجزاء, يعني في قصص ما قبل 25 يناير, وقصص ما قبل 30 يونيو, وانتحار شريحة اللي هي آخر قصة كتبتها بعد يعني كتبتها من 3 أشهر. القصة اللي أكثر من جورنال رفض ينشرها اللي هي اسمها قهوة التسالي. فقهوة التسالي بتبتدي بخليهم يتسالوا وبتنتهي انه القهوة اتحرقت, والمعلم بيقول دي اخرة التسلية. دي حاولت بدون ذكر اسامي الجرايد اللي رفضوا ينشروها, بس حاولت انشرها في ديسمبر يناير قبل الثورة, وبتوصيات من كبار سياسيين ورؤساء التحرير, واكثر من 2-3 رفضوا ينشروها. عشان حسن مبارك كان قال خليل السنة كمان. ما اياميها كان خليل السنة. طيب هقرا لكم انتحار شريحة مصرية. على فكرة احب اقرا لكم اهداء الكتاب برضو قبل ما نخش في القصة, إلى أرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بحياتهم لينعم كل مصري ومصرية بنسيم الحرية والديمقراطية, إلى جميع المصابين الذي فقد الكثيرون منهم عيونهم كي نرى نحن النور. فده الإهداء للمجموعة. المجموعة فيها جرافيتي للثورة, يعني كل في جرافيتي مليء كلها جرافيتي أمام كل قصة. طيب انتحار شريحة مصرية. أرجوكم لا تفهموني غلط, لست مصرية النشأة والتكوين, أنا من كوريا الجنوبية, جئت للعمل في أم الدنيا منذ عدة سنوات, وكم كانت فرحتي عندئذ. لقد أتيح لي بحكم عملي سماع الكثير عن شعب مصر, وأنا هنا سأعيد عليكم بعضاً مما سمعت علكم تتفهمون أسبابي وتلتمسوا لي العذر. إن الحياة بالطبع غالية لكنها أصبحت لا تطاق, صدقوني لقد حاولت كثيراً ولكن قوة احتمالي لها حدود. من أين أبدأ؟ حقيقة إنني في حيرة. فبعدما سمعت أحد المتكلمين يقول بثقة وإصرار إن أعظم ما في مصر شعبها, سمعت الحديث التالي يدور بين 2 من المثقفين. ما قولك يا عزيزي في قول أحد الباشوات بقصة يقظة المومياء لنجيب محفوظ؟ أنت تفهم ما أعني ولكنك تحب المزاح. المصريون حيوانات أليفة طبعها الذل وخلقها التذلل, وقد عاشوا عبيدا على فتات موائد الحاكمين منذ آلاف السنين. دعني أقرأ لك ما قالته إحدى الشخصيات برواية عزيزي ميخائيل الكاتب الإسرائيلي الكبير عاموس عوز. إن الله كان رحيما بنا, قد حرم قادتنا من الحس السليم لكنه جعل أعداءنا أغبياء, فما لم يفعله ذكاء اليهود تكفلت بعمله حماقة العرب. عما قريب ستندلع حربا شعواء وستعود الأماكن المقدسة داخل حدودنا من جديد. حدث ذلك بعدما تردد على مسامعي ولعشرات المرات أن المصري استكثر الحكمة من خبراته المتراكمة عبر قرون طويلة, وأن المصريين لديهم وعي حضاري يتناقلونه في جيناتهم, وإنهم يأبون الظلم والإذلال ولا يمكن أن يتنازلوا عن إرادتهم أبدا.
وكم من مرة سمعت شخصا يصف جرائم خسيسة بشعة تتكرر من حين لآخر ثم يقول في ختام حديثه: ليست سمات المصريين، تلك ظواهر غازية وصفات دخيلة تتناقض مع قيم الشخصية الأصيلة. ترددت على كل لسان الأخبار التالية: احتلت مصر مركزا متقدما بمؤشر الدول الفاشلة، تراجع ترتيب مصر في المؤشر التنافسية العالمية، قائمة أفضل 500 جامعة بالعالم خالية من الجامعات المصرية. أنا آسف بس دي شريحة الموبايل اللي بتتكلم، وهو ده الكلام اللي بتنقله، فحصل لها شوية يعني ارتباك، شريحة تحول لاكتئاب لأنها بتسمع كلام وبعدين بتلاقي حاجة عكس الكلام. فاللي بتتكلم هنا شريحة كوري محطوطة في موبايل. موبايل مصري. موبايل مصري بالظبط. أعلنت الأمم المتحدة أن نسبة الأمية في مصر ما زالت مرتفعة للغاية. أكدت آخر التقارير الدولية أن مصر ضمن الدول الأكثر فساداً في العالم. نسبة تعاطي المخدرات في مصر تخطت المعدلات العالمية المتعارف عليها. حوادث الطرق بمصر من أعلى المعدلات، والشلل المروري الأسوأ في العالم. كل الحكومات عجزت عن إيجاد حل لمشكلة تكدس القمامة بالشوارع. التلوث السمعي بالقاهرة عاصمة الضوضاء يرتفع لمستويات تهدد الصحة العامة. بعدها سمعت من يقول إن المصريون قادرون دائما على إبهار العالم في جميع المجالات. لم أتبين بالضبط إن كان جدا في قوله أم إنه يقول ذلك على سبيل السخرية، فروح الفكاهة منتشرة عند المصريين، كان يصعب علي فهمها في بعض الأحيان. ربما كان يهزل في الجد كعادة كثيرين منهم في خلط الأمور وتمييحها، أو لعله كان يتحدث في موضوع آخر لا علاقة له بهذه الأخبار. تم تغيير رناتي عشرات المرات، الشيء الذي لم ينعم به أي من أقراني العاملين ببلاد أخرى. من أغاني الشريحة غيرت الرنات بتاعتها كتير. وزمايلها اللي موجودة في الشرايح، زمايلها اللي موجودين في البلاد التانية يعني مش بيغيروا الرنات. ما الناس اكثر جديه، الناس هنا بتحب تغير الرنات. عندهم حاجات تانية لطيفه. تم تغيير رناتي، تم تغيير رناتي عشرات المرات، الشيء الذي لم ينعم به ايا من اقراني العاملين ببلاد اخرى. من اغاني قديمه باصوات كبار المطربين والمطربات، واخرى حديثه لاشهر النجوم والنجمات، ونغمات موسيقيه لطيفه ككوكو واوا، ورسائل حب وغرام لأصوات عصافير وحيوانات، إلى أناشيد دينية وابتهالات وأدعية. شريحة كوري تعبت خالص. مش قادرة تفهم. مش فاهمة. في إحدى المرات علمت من أول مقطع بالرنة أنني انتقلت لد مشترك جديد، فقد بدأت كالتالي: يا عدرا أنا حزني وصل آخر مداه وآخره، ودموعي نزلة على الورق مغرقاه. بعدما كانت الرنة السابقة: أي عبد كم يراك الله عصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. إن هوية مصر وطبيعتها سمحة حرة جميلة. الشعب المصري يقظ، لا يمكن لأحد أن يخدعه. يستحق الشعب المصري فعلا نوعية رؤسائه. 99% من المصريين نقاد، و1% فقط يعملون. الشعب لديه عذر، أما النخبة ما عذرها. شعب عبقري بلا شك، أسقط رئيسين في سنتين ونصف. نصف شعب، نحن شعب غلبان مسكين ساذج طيب بسيط. القدر اختار الشعب المصري العظيم ليكون مثلا للعالم أجمع في الصبر والصمود والتضحية والإصرار على انتزاع الحرية والعزة والكرامة. شعب متدين بطبيعته، يخشى الله في كل أفعاله. تعدادنا سيصل إلى 100 مليون قريبا، هذا ما نفلح فيه. أعجبني من قال يوما بلكنا من عاش طويلا بإنجلترا وتشرب بالثقافة الإنجليزية: لسنا بحاجة إلى أعداء، فإننا نقوم بمهمتهم على أكمل وجه، نحن ألد أعداء أنفسنا. إلهي أنت تعلم كيف حالي، فهل يا سيدي فرج قريب؟ بمجرد أن تحول جهاز المحمول إلى وضع زبزبة، تحرك قليلا وأصبح على حافة المنضدة، ولم يتبقى له غير زبزبة واحدة فقط ليسقط على الأرض.
وهو ما سعيت جاهدك أن يحدث سريعا، فزحفت بكل قواي. جاءت القفزة من أعلى وكان الارتدام جامدا شديدا، فتحطم الجهاز إلى قطع صغيرة متناثرة، ووجدت نفسي وسط كومة زبالة بلا روح وجسدي كله جروح. اعترافات ما بعد الموت. ماتت الشريحة، ماتت. ماتت. نزلت في الزبالة بقى بلا روح. تتحاسب بقى، تتحاسب. اعترافات ما بعد الموت. ستتعجبون إن قلت لكم إن حياتي بينكم لم تكن كلها بؤس وشقاء، كانت لي أوقات ممتعة حقا، فقد كان لي حظ دخول السينما ومشاهدة لقطات من أجمل الأفلام وسماع الممثلين على خشبة المسرح والسوبرانو بدار الأوبرا، وكم من اجتماع ومؤتمر اشتركت فيه. فخلال إحدى المكالمات كان صوت رئيس الوزراء واضحا تماما في الخلفية وهو يلقي خطابه. على فكرة كل زملائي العاملين بأوروبا وأمريكا كانوا لا يصدقونني عندما كنت أحكي لهم ذلك، بعضهم كانوا يحسدونني على الهناء الذي كنت أعيش فيه. وأخيرا سأفتقد كثيرا صوت كوكب الشرق ويتجد رائعتها، مصر التي في خاطري وفي فمي أحبها من كل روحي ودمي. يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها، يحبهم حبي لها بني الحمى والوطن، من منكم يحبها مثلي أنا. شكرا. قصة جميلة بصراحة يعني. شكرا. أنا بحييك على هذه القصة لأنها فيها خيال لطيف جدا، مش كده؟ شريحة كوري وقعت حظها إنها وقعت عندنا هنا فاتلخبطت. بالظبط. وفي ما بتقول زمايلي اللي موجودين ما بي يعني مختلفين، وبعدين لقيت في تناقض كتير قوي بين الكلام مع بعض ولخبطة وبتاع، فاستغلت فترة إن الموبايل كان على حافة المكتب وراحت تهزى نفسها بالظبط عشان تنتحر. كان هو في فايبريشن، فكان بتقول لك ناقص زبزبة واحدة ووقع، فراحت عاملها هي زبزبة بنفسها فوقعت، والله يرحمها بقى. وبعدين بالظبط انتحر. هي اسمها انتحار شريحة، بس هي كوري يعني، هي كوري اشتغلت هنا فما قدرتش تتحمل، ما قدرتش تتحمل. هي كانت مع شخص واحد في مصر ولا لا؟ راحت بقى من حتة للتانية بقى هي وحظها. لا انت ممكن اصل الفكره ممكن ممكن تتطور يعني، ممكن الموبايل يتسرق انت واخد بالك، ويركب توك توك وتتبهدل، ممكن تتبهدل يعني. يعني كانت مع حد مثلا عاقل وابن ناس وبتاع، وبعدين دخلت في حاجات ثانيه لغايه لما بقى الموضوع معاناتها بقت فوق طاقتها كشريحه، فعملت الزبزبه الاخيره. هاي فكرة جميلة جدا، فكرة حلوة. هي من تغيير الرنات كانت مع حد إسلامي وبقت مع حد مسيحي، كانت مع مسيحي وبعدين متدين قوي وبعدين حد لا. وبعدين بيصوروا بيها الأفلام، الأفلام بتتسرق. ما بتقول أنا شفت أفلام، ما الأفلام بتتصور بالموبايل، فقالت أنا شفت أفلام حلوة جدا وبتاع يعني حلو، ومسرح ورئيس الوزراء يعني. طبعا مصر، مصر البلد الوحيده اللي الناس تروح. انا حكايه رئيس الوزراء دي، انا حضرت مره مؤتمر وقالوا للناس لو سمحتوا حطوا الموبايل عليه، اقفلوه حطوه على سايلنت، وكل الناس بتتكلم ورئيس الوزراء كان بيلقي خطاب. انا حضرت مؤتمر رئيس الوزراء بيلقي خطاب والناس كلها العامه اللي يتكلم. طبعا السينما مفيش في العالم كله حد يخش السينما ويقعد يتكلم في التليفون الا في مصر، يتكلم في التليفون. لا احنا عندنا حاجات. انا من افكاري اني اكتب كتاب، اني اكتب كتاب غير قابل للترجمه، ان في حاجات في مصر لو انت ترجمتها مش الخواجه مش هيفهم. يعني زي الاستاذ عبد المجيد بيقولوا والله يعني صعب ان انت في حاجات كتيره مش ممكن ان انت يعني انت موضوع ان انت مثلا بتصور الحاجات اللي في السينما مفيش كده. لا طب خالص. لا ده حاجات الحقيقه لطيفه. انا فاكر في حرب 73 كنت في المدرسه بتاعتنا يعني، فروحنا كنا
صغير، انا كنت صغير يعني، فروحنا نلم تبرعات عشان الجيش، لمينا الحقيقه تبرعات كويسه جدا يعني، الناس كانت متعاونه جدا. ازيك يا استاذ خالد؟ وبعدين رحنا القصر العين ندي تبرعات للجرحى، ومعانا مديره المدرسه فرنسيه يعني، فرنسيه كانت لسه جايه. فانا لاحظت ان الممرضات للاسف بياخدوا، احنا بنروح كل يوم نشتري اكل وندي ممرضات بياخدوا الاكل تمام. فقلت لها تالت يوم يا ريت ندي الاكل للمرضى. قالت لي ليه؟ قلت لها قلت لها عشان، وده برضه غير قابل للترجمه، قلت لها علشان ما ندهمش الممرضات. قالت لي لا، شوف بقى التفكير السليم. قالت لي لا، لان المرضى دول مش كلهم يقدروا ياكلوا نفس الاكل، ففي حاجات بتبقى ممنوعه عليهم، فاحنا ممكن نديهم اكل يتأذوا. فاضطريت بقى اقول لها الحقيقه. لا لا، لان للاسف ان بعد الممرضات بياخدوا الاكل. عارف وش يعني، لن انسى وجه السيده الفرنسيه دي والله يعني. عارف زي ما انت تتكلم واحد فجاه يشوف وشك كده تلاقيه مثلا يطلع له مثلا اخضر، ويطلع له مثلا جناحات وراح طالع، شوف بقى وشك يبقى عامل يعني حاجه. قالت لي ممرضات ياخدوا الاكل؟ طالع يعني؟ قلت لها ايوه. الكلام ده من ضمن السبعينات. لا انا شفته يعني، انا ما للاسف يعني. طبعا في يعني في دايما استثناءات، مش كل الممرضات ولا كل، بس دي واقعة. وفي حاجات انا يعني شفت عنبر في القصر يعني، كان اهالي العيال اللي عندها جفاف كانت الممرضات او الحكيمات بيجوا، لان دي اطفال عندها جفاف، فبييجوا يخلوا الـ اهالي المرضى اهالي الاطفال يمسحوا العنابر. وزعيق بقى، قوم يا فلانه انت، والفاظ وسخ، يا فلانه انت قاعده على وسختك، يعني ايه يعني بعد موضوع ان اهالي المرضى هم اللي المفروض يمسحوا. فعندك في المجتمع المصري حاجات كتيره جدا غير قابله للترجمه، ومش ممكن الخواجه يفهمها يعني. لا التركيبه يعني، انت يعني احنا طبعا نتيجه للاستبداد، فانت الجزء الجد في كلامك او في كلامي ما يزيدش عن الربع يعني. كل العزايم بقى والله لا تيجي مثلا، والله لا والنبي تيجي تتغدوا معانا. انا عارف وانت عارف ان ده مش ده كلام. لا الخواجه بيصدق يعني. انا كنت بتعلم في امريكا، وكان عندنا واحد هجاص كان بياخد دكتوراه، وبعدين بعد فتره كده جه راجل استاذ، ده كان مصري، قال لي استاذ امريكاني، قال لي احمد، كان اسمه احمد، كتبت عليه في الكتاب، قال لي احمد ده على فكره غني جدا، طبعا مش غني خالص. قلت له ليه؟ قال لي ده عازم مثلا بتاع 15 استاذ والاسر بتاعتهم في اجازه راس السنه، يجوا نروح عنده في مصر. والله العظيم. فرحت قلت له، قال لي ده عزم بروفيسور فلان وفلان وفلان وفلان. فرحت الاستاذ مصري، هو كان يعني مصري بس استاذ، فقلت له فنادى لاحمد، قال له انت قلت للدكتور فلان وفلان؟ قال له قال له قلت له. قال كده يعني؟ قال له يعني ايه كده؟ قال له يعني ايه كده؟ قال له يعني انا ما يعني بحييهم. قال له لا مفيش تحييهم، ده كان بيتكلم. قال له الراجل ده لغى الحجز، مع كان رايح المكسيك فلغى الحجز وهيجيلك. يعني انت لما تقول حاجه يبقى انت قصدها. فطبعا الرد في منتهى الغباوه والهمجيه والبذاءه، راح احمد ده قال ايه؟ ليه بقى هم هيشتغلوا لي ولا ايه؟ اشتغلوا لك ايه؟ اذا كنت انت واخد بالك؟ فالمهم احنا كنا ثلاثه مصريين قعدنا نفكر، فانا قررت قلت له ابوك مات؟ قال لي قلت له بقى له 10 سنين. قلت له خلاص يموت تاني، ده الحل الوحيد.
فتاني يوم بقى عملنا مسرحية أبو أحمد، قلت له بتاع ده عزاوة كلهم بقى يعني معلش شو بتاع وتعزيات، وبعدين ابتدوا يقولوا له إيه أظن بقى يعني الرحلة بتاعت مسرح تبقى غير مناسبة، قلت له ولا كلمة ولا كلمة تنطقش. فده يعني ده نموذج للشخص، ده أستاذ في الجامعة دلوقتي للأسف، ده نموذج للشخص والله أستاذ في كلية الطب، نموذج للشخص اللي هو اتربى على إنه أي كلام يعني ما فيش حاجة محددة. فكل طبعا إحنا مش بقول إن إحنا وحشين، إحنا ضحايا لثقافة استبداد خلتنا بنتكلم أي كلام، والناس عارفة إنه ليه علاقة بالكفتة؟ ليه علاقة بالكفتة؟ بصوا على موضوع الكفتة ده معلش يعني هقول فيه كلمتين، الجيوش من حقها إنها تطور اختراعات سرية، كل الجيوش بتعمل كده، والجيش المصري عمل كده قبل كده، لو تفتكروا الأسمنت اللي تسد بيه البواسير بتاعت خط برلين كان المصريين اللي طوروه، وانا كنت بعلم شركة اسمنت تورا وكانوا فعلا قعدوا سنين شهور لازم بعد ما المصنع يقفل كان بيجي ناس من سلاح المهندسين لغاية لما وصلوا الاسمنت ان حاجة اسمها الهاردنس نمبر اللي هي بالظبط بيشك بسرعة وصلابته عالية جدا، وجربوه على نار وبتاع عشان وما اعلنوش عن الاختراع لان ده بيتعمل في الحرب. كمان المضخات المياه اللي تم تطويرها علشان تخرج خط برليف وبتاع كل ده ماشي، انما مجرد ما اعلنت عن اختراع لم يعد سرا عسكريا، يعني انت اعلنت عن اختراع دخلت انت هنا في مجال البحث العلمي، مجال البحث العلمي له قواعد، ما ينفعش ان انا اطلع اقول انا اخترعت حاجة انت تعمل زي ما انت عايز، لازم ليه قواعد تبدأ بيه الملاحظة ثم الافتراض ثم التجربة ثم اختبار التجربة من جهات محايدة سواء كانت هيئات او مجلات علمية محترمة، ثم تجربة هذا الاختراع على حيوانات، ثم تجربة هذا الاختراع على مجموعة من المتطوعين، ثم بعد كده بالظبط. فهو ده الموضوع، انا ما عنديش يعني بالعكس اي جيش كبير زي الجيش المصري لازم يبقى عنده اختراعات لا يعلن عنها لصالح الحرب او لصالح الامن القومي، انما مجرد ما اعلنت عن اختراع لا لازم انت كده داخل في البحث العلمي الذي له قواعد تدرس، وانا درستها واي حد درس بره او هنا حتى عمل دراسات عليا درسها، فما ينفعش ان انا اقفز على هذه القواعد واقول وبعدين لما حد يقول يا جماعه نلتزم بقواعد البحث العلمي يبقى ممول وعميل ومش يعني ده كلام عيب، يعني ما يعني هذا الرجل او هذه الطريقه لا تليق، واللي بينتقدها في تقديري بينتقدها من مقام اعتزاز بالجيش ومحبته للجيش مش العكس، بالعكس يعني هو مش عرفت لا الراجل يعني ما ينفعش خالص اللي حصل ده، وبعدين ده فيرولوجي ده علم كامل في ناس تعبت فيه جامد واموال طائله وشغله وعلم الفيروسات ده، وبعدين الاثنين وبعدين الجيش سجل افتكر 2009 و2010 براءه لجهاز لكشف فيروس سي، ده اخر حاجه حدود لمحاولات علمية، هو قال انه عنده ان الجهاز بيشخص وبيعالج من غير عينات مفيش حاجة، ده بيقول لك انا الاعلام بقى اللي بيطبل طبعا اعلام الفلول زود بقى قال لك لا ده كمان الصحفية بالمرة بقى والسكر والكانسر ترددت شوية يا سعادة البيه لن تنعم باستقلال وحرية الرأي إلا في نظام ديمقراطي، توشكا اللي هي ما توشكا حصل فيها كده، توشكا اللي هي تم إهدار فيها مليارات من فلوس هذا الشعب الغلبان كان في ناس متخصصين قالوا المشروع غلط،
اذكر منهم رشدي سعيد مثلا، ده فضل الله يرحمه فضل يقول انه غلط لغايه الاخر، وانا عرضت له دراسه اول ما طلع وقال المشروع غلط، لان معدلات البخر بتاعت الميه اعلى من اي حاجه، ولانه الدكتور تاني اللي هو الباز ده قال انه غلط وبعدين سكت، انما اللي هو اخو الدكتور اسامه انما رشدي سعيد كمل لغايه الاخر وقال انه غلط ولم يستمع اليه، وده يفهم ايه ده وحاجات زي كده، وانتهى الموضوع ان احنا يعني رمينا مليارات، مش فاكر ناس بتقولك 15 وناس بتقول 25 ولا 15 مليار دولار، ولا اترموا في الهوا عشان حسني مبارك عايز مشروع كبير. ولو تذكر كان يقولك كل شوية هم نفس كان في بقرة باين ولا جاموسة ولا ايه، وشوية الطماطم والفجل ولا البتاع الكنتالوب، هم دول اللي كان بيطلعوا في الاهرام والاخبار يقولك بشاير توشكا جات ومش دي حاجات في العالم كله. شوف القذافي ما عمل السد الكبير باين ولا عمل النهر العظيم. الفكرة ايه؟ ان انت لن تستطيع ان انت، لان معظم الناس يا اما عايزة يا اما خايفة، يعني يا اما ليها عايزة عايز توصل انت، اذا كنت هتبقى وزير ولا بتاعه، وبعدين المطلوب منك ان تقول ده ماشي هتقول ده ماشي، واخد بالك؟ وبالتالي في البلاد المحترمة بس اللي انت الديمقراطية اللي انت تقدر تقول رأيك فعلا، واخد بالك، وتقدر تقول رأيك وتدافع عنه، وعشان يعني القرارات كل القرارات اللي اتخذت في الدول الديمقراطية مفيش 90% دي خالص، يعني مثلا الكونجرس هتلاقي مثلا قرار حرب تلاقي 55% و45% شايفين ان القرار غلط. ده بقى ينتج عنه ايه؟ ان ال 45% اللي هم بيقولوا لا بيحطوا قدام اللي وافقوا كل المخاطر والعيوب المحتمله للقرار، واخد بالك؟ وبالتالي انا لما باخد القرار بهذه الاغلبيه البسيطه ببقى باصص بعيني على كل المشاكل اللي نبهني ليها الجزء الاخر، انما فكره ان انا 99.9 بالظبط او 8 كان الحسن مبارك كان يعني كان معتدل كان 97 بس دخل الطب عين شمس برضه. بس احنا لسه بتقول يعني هل المستغرب الام الناس المرضى والكلام ده كده؟ يعني احنا بنتكلم من 20% من الشعب المصري عنده فيروس يا سيدي العزيز، اتمنى ان يكون هذا الاختراع صحيح، ولكن لابد من ان انت تتبع المنهج للبحث العلمي المعتمد في العالم، واخبر حضرتك ما ينفعش ان انا اخترع حاجات واقول هي دي، واللي يتكلم يبقى انت ممول ويبقى انت بتاع ويبقى انت خاين وعميل، ولا الكلام ده ما ينفعش. بس هم قالوا كمان، هو قالوا عشان ياخد في محامي من كفر الشيخ رفع قضية رجعوا على مصراوي وعلى مواقع مش عارف اليوم السابع من نشرتوش، الراجل ده جايب ان الاخ اللي هو المكلف ده مش ليه ولا حاجة، قال لك ده فني معمل في جامعة اسكندرية، وقال لك انه اتحبس مرتين، مرة بالارقام القضايا، مرة شيك بدون رصيد، ومرة لانه فتح عيادة فمارس الطب بدون ترخيص. هو نفسه؟ طيب احنا ناقصين بلاوي يا استاذ، احنا ناقصين بلاوي، هي المشرحة ناقصة يعني احنا غير علمية خالص. لا الجيش بيدي من في جيوش العالم كله بيدي حاجة اسمها رتبة شرفية، بس دي اعلى معدل، يعني ده تكريم كبير قوي، واخد بالك؟ زي عبد الوهاب. ايه بس المؤتمر حضر وعطي منصور السيسي نفسه، يعني هل كل الناس في بالهم مفيش محاضرات؟ مفيش اي هو كان بيقول لو هم مش حاضرين نقول واحد وقال اي كلام وخلاص، لكن لما يروح رئيس الدوله ووزير الدفاع ويحضروا البتاع ويسقفوا ويقللوا قبلها بيومين، يعني ده بيكسبونا هو نفسه بعد كده. والله انا اتمنى ان هذا الاختراع يكون صحيحا، ولكن انا اتعلمت، انا واخد ماستر من جامعة إلينوي، واخد ماجستير ودرست بحث علمي، درسته يعني درست ومناهج بحث درستها، وهذا الكلام عيب، واخد بالك؟ الكلام ده في الجامعة الملكية بكالوريوس، انا لا عملت ماسترز ولا حاجة، احنا
لو عملنا بحث وفي الكلام ده احنا يرموك في الشارع تطردوا يعني يعني في قواعد علميه انما انا بتكلم على الشخص اللي يعني ده فعلا مش راجل اللي هو في الجيش او شرطه عسكريه في الجيش الكلام على الشخص بس مش على اختراعه وكلام لا انا مش بقى. طب انا هوصل بقى ان انا اقول لك اختراعه ما هواش كلام هزلي ولا جد. انت لم تتابع خطوات البحث واخد بال حضرتك دي اوكي بس الشخص نفسه زي ما الناس بتقول كده ده ممرض ده كذا ده كذا هي دي اللي انا مش مستوعبها بس يعني فيلم هو مش مخترق كل الاحوال خارج علوم لا قالوا لا قالوا ده فني معمل طب يا دكتور هل ممكن دي تسريبات عشان بعد كده يبقى ده اللي هو الريكفري بتاع الموضوع ان هو يعني مثلا لو الموضوع طلع في شيء كله بيقولوا يعني ايه ممكن لو نظريه المؤامره تعالى هم بيشغلونا ناخد لنا اسبوع في الموضوع بيشغلونا بالذمه حد يعمل كده بيشغلونا يا راجل ده احنا انا عايزك بس ترجع للجارديان والجارديان ماشي قطر مشتري ارجع في مقاله في الايكونومست تكسفك كراجل مصري وبعدين انت عندك 2009 اللي متعلمين بكالوريوس وماجستير ودكتوراه من المصريين في الخارج في الغرب 826000 واحد 826000 واحد معاهم متعلمين اعلى تعليم يبقى انت بتسالي بهذه الطريقه واخباك الجيش نفسه فيه مهندسين ودكاتره بيعملوا ابحاث وبتتقبل يعني ده العجيب ان الجيش نفسه ها القسم الطبي بتاع الجيش فيه دكاتره واخده زماله وبتعمل ابحاث وبتبعت ابحاث وبتتقبل يعني انت مش جاي لا انتوا يعني الجيش فيه الاف الناس اللي عارفين ان هذا الكلام غير مطابق للبحث العلمي خالص ففي فعلا يعني حاجه غريبه انت حضرتك دلوقتي بايدينا نقول مافيا الراجل بيقول كلام غريب جدا شوفوا الحديث بتاعه في صوت الامه بيقول انا الهرم الاكبر هو بيقول كده وتحت رجلي في السفح صراصير وعملاء وخونه لمجرد ان يعني انت بقيت صرصار وعميل وخاين لمجرد ان انت بتقول له هذا غير مطابق للبحث العلمي يا جماعه احنا لا ضد يعني مع احترامنا الكامل للسيد اللواء عبد العاطي خلاص هذا غير مطابق لقواعد البحث العلمي بس مؤسسه عسكريه على هذه المساله دي يصنف ازاي ما اعرفش والله ما اعرف يعني سقوطهم بس على فكره لا اصل انت كمان بتظلم يعني انت زعلان من عصام حجي انه قال دي فضيحه انت الفكره هنا ايه الفكره ان انت لما انت يعني انت عندك انت الوحيد اللي واخد نوبل في العلوم خلاص في العالم العربي كله وفي افريقيا كلها الوحيد اللي واخد نوبل في العلوم وعندك فعلا ناس على اعلى مستوى سواء طبعا ال 826000 دول سنه 2009 زمانهم زادوا دلوقتي وعندك ومنهم الافات اللي هي التخصصات اللي هي زي يعني زي الارتفيشال انتليجنس والحاجات اللي هي تخصصات دقيقه جدا ونادرا ما تجد فيها حد مش امريكاني او مش واخد بالك طب انت دلوقتي لما تعمل حاجه زي كده يبقى الناس كلها بتعمل علامه استفهام حوالين مستوى البحث العلمي او مستوى العلم في مصر يعني ده وبعدين ليه انا لما اقول لك انه ده غير مطابق للبحث العلمي تقوم تشتمني يعني دي حاجه غريبه جدا يعني انا بقول لحضرتك انه غلط ان انت تاكل لان انت عندك سكر فلو اكلت ده بيتحول لسكر وممكن يجي لك غيبوبه تقوم تشتمني حاجه يعني بيشتموا الناس اللي بتعترض ليه يعني ده اللي الحقيقه اللي مش قادر افهمه لا بتشتمني ليه انا بقول لك ده غير مطابق للبحث العلمي البحث العلمي ده مش انا اللي عملته ولا انت اللي عملته اتفضل الامر المحزن فعلا في مقاله الايكونومست تشير ليها مقاله اسمها ايجيبت جنرال
gets ever more severe يعني وصلنا لأكبر مراحل السخافة. في آخر المقالة خالص بتقول إن الاكتشاف الحقيقي بتاع فيروس سي عمله عالم مصري الولايات المتحدة وهو فعلا يعني هو علاج غالي جدا مش عارف 80,000 دولار ولا مش عارف الرقم يعني ولكن في الآخر عالم مصري يعني برضه يعني في الآخر مش بعيد عننا يعني في الآخر العلماء بتوعنا هم برضه الأوجات أنت حضرتك سمع يعني الاساتذه في الجامعه اللي انا كنت بتعلم فيها اللي هي من اهم 10 جامعات في امريكا اللي هي الينوي كان الاساتذه بيحبوا يشرفوا على الطالب المصري بيحبوا يعني لو عنده مثلا هيشرف على 2-3 بيختار المصري الاول وبعدين يختار من لان سمعتك ان انت مش بس ذكي ونبيه هارد وركر بتشتغل كتير جدا فانت يعني انا مش فاهم بصراحة الموضوع ده خلص يعني حاجة غريبة جدا يعني وانا هو يعني الكلام اللي بيتقال ان هو عليه احكام نفترض ان معلوش احكام خلاص ايه ده ما هذا مشكلة قضاش قائمة حتى لو معلوش احكام وحتى لو كان ليه وفاء مشكلة عدم اتباع المنهج العلمي مشكلة موجودة طبعا طبعا يعني حضرتك انا اشتغلت 2 في الرسالة بتاعتي على ان انا اجيب فران من نوع معين سنانها بتطلع على طول واحقنها بمادة مشعة اسمها كالسيوم 45 وبعدين اخد السنان دي وبعدين احمق احطها على سلايدات وبعدين احمضها زي الفيلم عشان تطلع النقط بتاعت الكالسيوم 45 وبعدين اعدها على عداد وبعدين في الاخر قلت يمكن بعد قلت يمكن انه الفلو بتاع الكالسيوم اثناء تكوين السنه بعد ما السنه بتاخد الكالسيوم بيتقفل قلت يمكن قلت ماي بعد شغل 2 الاستاذ بتاعي الامريكاني كان هو اللي اخترع الجهاز بتاع التحميض اللي انا بشتغل عليه يعني بقى ما انا في المكان الصح جدا قلت يمكن وبعد كده ناس تانية تشتغل علشان نطلع حقيقه انما وقعدت 2 اشتغل على هذا البحث واخد بالك وازهقت ارواح الاف الفئران يعني تقدر تقول انا سفاح فئران والله واخد بالك وفي النهايه وبعدين البحث بقى اتقبل بقى في اتقبل في الامريكان في الامريكان دنتال جورنال اللي هو اعلى حاجه واتقبل في الامريكان دنتال اسوسيشن اللي هي دي الاستامب بتاعت ان انت البحث ده علمي خلاص واتقبل ايه في درجات في القبول يعني ما اتقبل برزنتيشن اللي هي اعلى حاجه ممكن يبقى بوست او بوستر او ملخص او اعلى حاجه اللي هي برزنتيشن فانا اتقبل برزنتيشن يعني معنى كده انه تقدير الهيئه العلميه لهذا البحث هو اعلى تقدير طبعا انا ما عملتوش لوحدي انا عملته مع تحت اشراف اساتذه وخبه بس بيتحط المؤلفين بيتعمل 3 ويجي على الطالب الدراسات العليا يتعمل عليه داش كده يتعمل عليه علامه انه ده خد بيه الدرجه واخد بالك الباقيين دول اساتذه معروفين ورغم كده الكونكلوجن او اللي انا قلته قلت يمكن واخد بالك هو ده قواعد البحث العلمي ما ينفعش خالص انك تطلع تقول هطلع الفيروس زي صباع الكفته وهذا الكلام وبعدين ازاي انت تعمل 2 في نفس الوقت يعني تعمل يعني بقيت انت بتشخص وتعالج الاثنين كل الناس دي ما بتفهمش بس كده علاج اللي هو الفيروس الاخير ده هينزل في امريكا ده تكلفته بالمليارات يعني عملوا ابحاث عليه وعشان يوصلوا ليه مليارات الدولارات هل القوات المسلحه عشان توصل لعلاج الايدز والفيروس دي دفعت مليارات حاجه مش مشكله دي انا فخور جدا وانا مصري انه الجيش المصري عمل موضوع الاسمنت ده انا شفت الناس اللي عملوه وما خدوش فلوس كانوا مهندسين اسمنت في طرق وقابلت منهم ناس كانت لسه عايشه وكان بعد ما المصنع بيقفل بيتفتح لهم باب من ورا عشان ما حدش يشوفهم وبيصروا طول الليل وما خدوش ولا مليم زياده وكان الاستاذ اسمه الدكتور رؤوف غبريال او حاجه زي كده ده بتاع استاذ كليه الهندسه ده كان بيجي لهم واخد بالك لغايه لما وصلوا لاسمنت بينشف بسرعه ومهما عملت له لهب ما بيحصلوش حاجه وجات الضفادع البشريه راحت قافله بيه المواسير بتاع باقي زكي ده نفس الموضوع طور البامب دي بدرجه عاليه قوي فخرمت لانه لقى ان الخط بالريف تراب انا شخصيا كمصري فخور جدا بكده وانت ما كنتش مطالب ساعتها
ان انت تعلن عن لان ده حاجة في الحرب. انما لو كنت اعلنت عن اختراع الاسمنت ما كانش ممكن بقى تعلن وتقول لا انا لا ده انت لازم كنت تعدي بيه الطرق بتاعة البحث العلمي العادي. فانت يعني علامة استفهام صراحة كبيرة جدا بالظبط كده. اه ومؤتمر علمي دي على حاجة يعني انت الاول بتبتدي يعني في حاجات كتيرة بالظبط 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 ايه اللي استخدم السياسي؟ استخدمها سياسيا عشان يقول الجيش يعني بيخترع وادي الجيش بتاعنا وماله على دماغنا. بس نمشي بالقواعد المظبوطه. عن الاعلان عن العلاج يعني عدم دعم الدواء الجديد بتاع الكبد اللي جاي مصر قريب. يعني الحكومه مش ملزمه بدعمه لكن عندنا علاج بديل. الدواء غالي جدا والحكومه ملزمه بانها تدعمه. انا الحقيقه اللي انا مش قادر افهمه الناس اللي بتطلع في التلفزيون تشتم وتتهم كل من يطالب باحترام قواعد البحث العلمي بانه مدسوس وانه عميل وانه كذا وانه موتور وانه حاجه غريبه جدا. لان الشتيمه وعلو الصوت بديل عن المنهج العلمي او هو علامه هامه جدا من علامات العلم الزائف. انا بقول لحضرتك يعني اولا اقدم وسائل الاعلام انك تعلي صوتك وتشتم وتقل ادبك مش انك تتكلم بمنهج عام. اه ده دليل على الفشل. هو عالم حقيقي ما كانش عمل الكلام ده مش هيتخانق ولا هيشتم ولا حاجه. ده هو عالم مش هيبقى فاضي مش هيتكلم المهازل. احنا كان عندنا استاذ من اعظم اساتذه علم الانسجه وانا شرفت بالتلميذ عليه وكان عندنا كورس عندنا كنا اتنين مصريين وبقيه الناس بقى امريكان وبتاع. والكورس ده كان بيدينا يديك ابحاث وانت تقراها وبعدين يقول لك قول البحث والمناقشه ما كانش فيه امتحان. هو بيعمل لك تقييم على فهمك للابحاث اللي بيديها لك وفي الاخر بتاخد بقى امتياز او جيد جدا او كده على حسب فهمك لل. فكان معانا واحد برضو من هذه الطائفه مصري كان معايا والراجل عالم بقى عالم كبير جدا يعني ما بيتكلمش. انا كنت بقول عليه ان هو بيستعمل الكلام زي الكلاكس يعني ما بيتكلمش غير لما يكون فعلا مضطر يتكلم ولما بيتكلم بيتكلم بالظبط بيقول بالظبط اللي هو عايزه. فطلع له الاخ بدري ده اللي كان معايا طبعا بيجي مش محضر ولا قاري اي حاجه تمام ويبتدي يدخله بقى في حاجات يقول له الفرق بين الخلايا والراي بالتنقيط مش عارف ايه حاجات زي كده. فالراجل اللي راح العالم الكبير مش متخيل ان ممكن حد يعمل كده فبقى بيتوه يعني بيقول له مثلا الفرق بين الراي بالتنقيط ونظام الخلايا. فالراجل لغايه لما اكتشف قال له بص انت بتسال اسئله غير متماسكه وملهاش علاقه بالموضوع وبتشوشر على زملائك وبالتالي وما قريتش البحث كمان ما بيقراش اي حاجه. هو بيجي هو لما عرف انه الموضوع بالبارتيسيبيشن يعني بالمشاركه فقرر ان هو لما يتكلم كتير فاهم يلوش بالظبط هي يلوش جاي يلوش واخد بالك وسقطه سقطه ايه لما صايم بقى جه يقول لي ايه شفت عشان انا مسلم. قلت له ملوش علاقه والله العظيم ده حصل. قلت له ملوش علاقه انت الحقيقه اسوأ يعني اسوأ مثال للمسلم والراجل اللي هو فارق معاه انت مسلم ولا بوذي ولا اي حاجه انت يعني غلط. فاحنا لازم نتعلم لازم نتعلم فعلا يعني كمان انا اللي مستفزني ان انت مش من حقك تقول اي حاجه غير الخط الذي مرسوم من قنوات الفلول. هو ده في خط واحد. لو عايز تاذي حد في مصر الان اتصل بقنوات الفلول وقول لهم ده هيرشح نفسه لرئاسه الجمهوريه هيتمسح بيه الارض هو واللي جابه في حاجه حاله غريبه جدا يعني غير مسموح ان انت تقول راي تاني. اللي بيقول وللاسف ناس طالعه متعلمه تقول لك لا اللي بينتقدوا اختراع الجيش دول لا لا دول موتورين دول حاقدين دول مش عارف ايه دول. يا سيدي انت بتعتز بالجيش انا بعتز بالجيش المصري طبعا ونفسي يبقى احسن حاجه في الدنيا ومن هذا الاعتزاز بقول ان هذا الاختراع غير مطابق لقواعد البحث العلمي واتمنى انه يطلع صح ونبقى احنا فعلا اللي عملناه بس لازم يبقى مطابق ل يتهيألي يعني بس المتخصصين فقدوا حاجات من التفاصيل اللي مخطوطه انها كلها غلط
غلط كأساسيات علم. حضرتك لازم انت ماشية دلوقتي انا ببني عمارة لازم في قواعد، ما اقدرش ابني الدور الثالث من غير اساسات او اعمل بتاع، ولو حد يكلمني يقول لي العمارة كده هتقع ومش هدمه، طب ما العمارة هتقع على دماغنا، ما هو مش صح. يعني لازم يمشي بقواعد البحث. اما هذا الشخص اصلا فده حكاية برضو، يعني الطريقة اللي بيكلم بيها ومفرداته وكده يعني دي غريبة برضو الحقيقة، يعني مش يعني مش مفهومة. انا شفت البرنامج. لا شفت البرنامج. كان بيعمل اعشاب. لا هو خريج علوم، ممكن انت من حقك خريج علوم ممكن. طبعا المهم في الاخر انت تعمل حاجة يعني كويس، بحث علمي مظبوط. دي تزعل؟ هل دي تزعل؟ يعني بقول له نعمل بحث علمي مظبوط، تزعل في ايه؟ يعني واحد بيقول احنا عايزين نعمل بحث علمي مظبوط، تزعل في ايه؟ لا وبقى دخلنا في سكة ايه بقى؟ انت بتهاجم جيش بلدك؟ يا ابني انا بهاجم، انا صفحة الشرطة المصرية بتقول الايه؟ صفحة الشرطة المصرية بتقول اللي بيهاجموا الكلام ده وبيتريقوا عليه دول بيهاجموا القوات المسلحة. لما تهاجم واحد متخلف او واحد ما اتبعش المنهج العلمي او شخص كده غريب الادوار يبقى انت بتهاجم القوات المسلحة، هو ده وجه القوات المسلحة. صفحة الشرطة المصرية لان انا متابعها يعني. حاجة بصراحة ابراهيم عيسى سماهم كارهي الجيش. كده معقوله؟ لا والله والله حد يشوف حاجه. ايوه قالها. ليه ينتقد دول حزب كاره الجيش؟ على فكره احنا داخلين مرحله اعتقد ان احنا مش هنخرج منها دول. اللي هي مرحله الثقافه. لا انت حضرتك عندك مشاكل ثقافيه. اولا انا لما انتقد حاجه انا بنتقد لان انا بحب الجيش مش لاني بكرهه، وبعدين ما فيش حد هيكره جيش بلده الا لو متخلف. يعني في واحد يكره جيش بلده؟ هات لي واحد في الدنيا يكره جيش بلده ازاي يعني. انما انت لما يبقى في سلبيات ده انت لانك بتحب الجيش لازم تقولها، يعني بالعكس انت تترك حد بيتحدث في الجيش او باسم الجيش ان هو يبقى مسار سخرية العالم. ده انت لو عملت كده تبقى بتكره الجيش بقى فعلا. مش وبعدين ما حدش قال حاجه، احنا بنقول يمشي على قواعد البحث العلمي. دي تزعل في حاجه؟ يا اما نقفل بقى الجامعه ونقعد بقى كل واحد بقى يكتئب بقى اللي يطلع له بقى حاجه للايدز واللي يطلع له حاجه. يعني مش معقوله يا جماعه. احنا عندنا كليات علوم من اقدم كليات العلوم في العالم، واخد بالك؟ يعني مش معقوله. وكليات طب، وعندنا يعني عندنا ناس عباقره فعلا واللي موجودين جوه عندنا اساتذه كبيره. يعني ما بنشوفش حاجه زي كده، بنشوفش لما بيطلعوا. ما هو انت لما بتشوفش لانه ما يفترضش الابحاث العلميه تتصل بالاعلام اصلا، انت واخد بالك؟ يعني الاتصال بالاعلام ده بيبقى استثنائي. وميزانيات بالظبط. بس انت يعني عندك ناس جامده جدا بره، لو عندك اي اداره رشيده زي ما قلت لك ما يقرب من مليون مصري متعلمين كويس جدا بره تستطيع، ودي قوه جباره يعني قد سكان قطر مرتين مثلا، واخد بالك؟ او ثلاث مرات حتى. بس انت مش عارف وبعدين نيجي في الاخر نعمل كلام زي كده الحقيقه يعني حاجه. يا دكتور لو سمحت، بعد اللي شفناه من العسكر في الثمان شهور اللي فاتوا، في شباب بدات شباب الثوره بدات يعني تقول لنا بصفه شخصيه ان احنا بدانا نندم على فكره ان احنا مشينا انتخابات. طبعا انا مش معاهم في ده خالص، بس بجد يعني بداوا ايه في الاعلام في حاجه الصوت ده طالع من حته معينه ولا ايه؟ موبايل. اوكي. بعد التشويه اللي مقصود في الاعلام وتسجيل التليفونات لشباب الثوره يعني حاجات كده ملهاش لازمه عملوها، وفعلا هي خلاص دخلت في ايد العسكر ومش هتخرج منها ومش هيسيبوها لا الفرديين ولا الغيره، مش هيسيبوها ولا الدم، ودم اكبر من بتاع الاخوان وممكن يصل لتفتيت الجيش من شيكاغو. طيب احنا وصلنا نفسنا للمرحله دي، اما اسمع شباب ثوره ويساري وبيتكلم ان لا ده مرسي كان اصغر عيل في مصر بيهزقه وكان الراجل ما بيتكلمش مثلا،
انت ايه رايك في فكره الفاشيه العسكريه والدينيه؟ لا طبعا انا مش موافق على الكلام ده، ولا موافق كمان حاجات كتير قوي بتحصل انا مش موافق عليها دلوقتي، بس مش موافق ان 30 يونيو كان غلط. لا 30 يونيو كان صح وكان لازم يحصل. مهما شفنا اصل انت حضرتك دلوقتي انا يعني انت مضطر تمشي عندك حوادث عربيات في مصر عاليه جدا، خلاص اقعد في البيت، انت مضطر تركب عربيه واخد بالك يعني عمر المضاعفات او المشاكل ما تخليك تندم على الفعل نفسه. لو كان الفعل ضروري الفعل كان 30 يونيو ضروري طبعا، انما ما يحدث الان لا، هو ان 30 يونيو كان تحالف بين ثوريين، يعني ناس كتيره جدا من المحبوسه دلوقتي لعبوا دور مهم جدا في 30 يونيو واخد بالك، ودعم من المؤسسه العسكريه حصل بعد 30 يونيو، والنظام القديم ايضا لازم تقول ان في فلول نزلوا، الفلول عايزين يأمموا نتائج 30 يونيو لحسابهم واخد بالك، يعني 30 يونيو اشترك فيه الشعب كله، لا هو عايز واخد بالك. وبتكتشف الان ان الفضائيات اللي اتفتحت دي بعد الثوره لها دور محدد اصبح واضحا، اللي هو عمليه غسيل دماغ جماعي للمصريين ومسح دماغ المصريين، وان الثوره دي كانت مؤامره وبيجيبوا. طبعا احنا اكبر برضو من الهزل في موقع جد، احنا اكبر دوله عندنا ناس بنسميهم خبراء استراتيجيين، يعني البرنامج التلفزيوني دلوقتي بيتعمل بمخرج ومعد وخبير استراتيجي. ومين هم الخبراء الاستراتيجيين دول؟ اي شخص معدي في الشارع ممكن يبقى خبير استراتيجي في رأي نفسه طبعا، يعني واخد بالك بالظبط مع بعض. شوف بقى لما اجتمعوا شوف بقى اديني عقلك بقى. فبيقولوا اي كلام الحقيقه خالص، يعني المطلوب ايه؟ ان الناس تقتنع ان الثوره دي كانت مؤامره. طب يا اخوانا مؤامره ازاي؟ ده قبل الثوره بعشر سنين والندوه دي لعبت دور فيها من قبل الثوره بسنوات، كنا عارفين او انا كنت حاسس ان في ثوره وفي اراسات وفي اضرابات وفي بتاع وفي واهو الاستاذ عم جه كنا في حمله ضد التوريث ولو بالظبط تبقى طابور خامس او خليه نايمه بالك، يعني خليه نايمه بتصحى شويه وتنام تاني. فالحقيقه ان ده طبعا مش هينفع اولا، ثانيا اللي بيحصل دلوقتي ان فلول نظام مبارك عايزين يأمموا انجازات 30 يونيو لحسابهم، وعايز يرجع مصر اليوم 24 يناير، مش هيحصل. طب ده اهون ولا حكم الاخوان؟ ما هو ده سؤالي. لا يا ده اهون ولا حكم الاخوان؟ ده بتتناقش بالخلافه؟ لا مش بتناقش فيهم، بس اما الظروف ان كل الشباب تخاف تقول لي وطي صوتك وما تكتبش على الفيسبوك هجوم على الجيش، ان كده ممكن تعرض نفسك تتنسل، يعني هل ده ممكن؟ ما انا في الاخر الاخوان هيقسموا البلد وكل حاجه، بس في الاخر انا فضلت برضو جعان. انت بتدافع اكتر ورجعت الدوله البوليسيه. انت بتدافع عن مبدا؟ بتدافع عن مبدا، بتدافع عن حقك، بتدافع عن كرامتك، بتدافع عن حقوق البني ادمين. الثوره قامت عشان كده. اي شخص ضد هذه الحقوق انا ضده بغض النظر، ما مش حاسس عن نفسي بقى ده ايه ملته ايه. انت بتدافع عن مبدا، مش بتدافع ضد حد، انت واخد بالك، انت بتدافع عن مبدا. هذا المبدا لم يتحقق، كل الذين وصلوا لغايه 30 يونيو الى الحكم كانوا ضد الثوره واخد بالك، ضد الثوره بمعنى انه مجلس عسكري ضد الثوره، طبعا مش محتاجين نتكلم فيه. الاخوان المسلمين باعوا الثوره، باعوها بمعنى انهم تحالفوا وحبوا يتحالفوا، وأدلة كثيرة جدا مع النظام القديم لتحقيق مصلحة الجماعة. موقعة الجمل، مين اللي في نائب عام في العالم ينسى يقدم طعن؟ انت عارف جهاز النائب العام ده ايه؟ ده وازاي يعني؟ ده جهاز كبير جدا، يعني انت ممكن مثلا لو واخد محامي من اللي هو مبتدئ ولا حاجة ينسى يقدم طعن. في نائب عام، جهاز نائب عام، في مئات الناس اللي بتشتغل ينسى يقدم طعن؟ طبعا نوع من الصفقه مع المتهمين في موقعات الجمل. لما تعمل حاجه زي كده تبقى انت خنت الثوره، لان الناس ماتت واخد بالك، في 11 واحد ماتوا في موقعات الجمل، وفي ناس ثانيه بتقول لك 21 الله اعلم، انما انت بعت، وانت ناسي مرسي لما شكر الامن المركزي وقال لهم انتوا اصحاب الثوره حقيقيين، مش عارف انا طبعا
ازاي الامن المركزي صاحب الثوره حقيقي. انما في النهايه انت حتى الان الثوره لم تصل الى الحكم. هي دي النقطه اللي انا بتكلم عليها دكتور، يعني امتى هنخرج من شباب الثوره او القدس الثوريه، امتى هتخرج من الازدواجيه بين الاخوان والفلول؟ هتخرج هتخرج. القدس الثوريه ضعيفه اضعف من اللي هي الثوره 25 يناير سرقت الاخوان و30 يونيو سرقت الفلول. لا ما في خطر انها تتسرق بالفلول، بس انا ما اعتقدش انها اتسرقت بالكامل. ولكن بدليل التغيير الوزاري الجديد كل الكتله طلع كل الزوار طبعا بس رئيس الحكومه نفسه حزب وطني. لا ده مش حزب وطني، ده لجنه سياسات ومقرب من علاء وجمال وقصه يعني. ولكن في النهايه انت هتبدا مع اول حكومه منتخبه. هذا الدستور، هذا الدستور معمول علشان يتنفس ولا مش يتنفس؟ لو اتنفس انت عندك انتخابات. هذه انا شخصيا لا اعترف باي، يعني مش لا اعترف، لا تقلقني اي حكومه غير منتخب لانها مؤقته، حكومه تعيين. انما حكومه منتخبه، لا حكومه منتخبه اسمح لي، لابد انك انت كمان لا يعني مش معقول نرمي كل اخطائنا على ناس تانية. لا، نحن اخطائنا ايضا كناس انتمينا لهذه الثوره. انت لابد ان انت لابد ان انت تمثل نفسك وتصل ما عندكش طريقه تصل بيها للسلطه غير الديمقراطيه. انت لابد ان تستعد لذلك. يعني اديك مثلا، هذه الانتخابات الرئاسيه السابقه اللي هي طلعت مسرحيه ما فيهاش اي شرط من شروط الانتخابات، لجنه عليا محصنه، شفيق طبعا الذي لا يمكن ان ادافع عنه ولكن ادافع عن الحق، يعني شفيق مقدم طعون ضد مرسي لم يلتفت اليها، وتم اعلان ان مرسي رئيس، ودلوقتي بيحققوا بعد ما مرسي مشي. حمدين صباحي مقدم طعون ضد شفيق لم يلتفت اليها، ورغم هذا الاخطاء برضو الثوريين اخطاوا، لان انت كان عندك 5 مرشحين رفضوا جميعا، وانا شاهد على ذلك انهم يعملوا مرشح واحد، واخد بالك؟ فمش كل الاخطاء من الناحيه الثانيه. هتصل اولا في العناصر التفاؤل، اولا ان المصريين اتغيروا. المصريين الان اي واحد فينا اشترك في هذه الثوره عليه ان يتذكر كان ازاي قبل الثوره. هتجد ان انت نفسك اتغيرت. الثوره تتحول الى انتماء حقيقي طالما انت نزلت في الثوره. وكنت هتموت وشلت ناس ميتين وبتاع، خلاص ده بقى جزء من انتمائك الذي لن يهتز. الناس ما بقتش تخاف. ثالثا، في قلق اجتماعي لا يمكن اطلاقا انك انت لما تحبس احمد دومه ونشطاء وبتاع هتسيطر عليه. احبسه، طيب روح بقى اتصرف مع 45 الف عامل في المحل، ورينا بقى هتعمل ايه. ما هو انت في النهايه الثورة قامت لأنها كانت ضرورة. لو أنت مش فاهم كده هتفهم. هتدي للناس حقوقها إما بمزاجك أو غصب عنك. واخد بالك؟ وبالتالي كل المعادلات القديمة غير قابلة إنها، هو بيعمل نفس المعادلات القديمة. يعني أجهزة الأمن بتعمل إيه؟ ترويع، حبس، تلفيق تهم، مش عارف إيه، واخد بالك؟ هذه المعادلات وهذه أجهزة الأمن دي لو كانت ناجحة ما كانش مبارك اتحبس. ما هؤلاء المسؤولون الامنيون اللي نتيجه لتفكيرهم مبارك اتحبس. واخد بالك؟ ليه؟ لعدم قدرتهم على رؤيه الواقع. وبالتالي انا متفائل لانه كل ده في النهايه لا الثوره هتعديه طبعا. يعني انت دلوقتي في لازم تقدم حلول. تحبس وتعمل وتنظيم التفاحه والكلام ده مش هينفع، لان انت عندك طبقات اجتماعية محرومة كثيرة جدا. الثورة بناء على قنوات الفلول كانت الثورة ما عملهاش 4 ولا 5، ما هو المعتصمين دول المضربين دول هم اللي عملوا الثورة، واخد بالك؟ وبعدين رجع عايز ياخد حقوقه. فما فيش حل غير ان انت الثورة تتحقق اهدافها. عشان كده انا يعني متفائل رغم كل هذا. ما تخليناش بقى ان احنا متضايقين ان انت الدولة القمعية رجوعها خطأ مننا. خلاص لابد من مقاومة ده. في طبعا ممارسات قمعية مشينة جدا وملاش دعوة بالاخوان بالمناسبة، ولا ليها دعوة بمعركة ضد الارهاب.
لا ايه اللي يخلي ناس واحد بينزل الظهر ياخد 3 سنين واحد رافع لا للدستور واخد 3 سنين في جلسه واحده في اول جلسه على اساس ايه؟ والراجل اللي موت 1400 مصري كان واخد 3 سنين برضه والسني خد براءه بتاع من شرطه 18 واحد مش كده؟ ف كل ده صبرا جميلا يعني التغير حصل. دايما المشكله بتبقى انه يحصل تغير ثوري، ممكن ما يحصلش. عدد الثورات في 2014 سنه لا يزيد عن 100 ثوره ولا 150 ثوره في التاريخ الانساني، لانها لحظه فريده من نوعها. لو حصل التغير الثوري انتهى. اعمل بقى كل الحاجات القديمه واتهامات وعملاء وطلع عبد الرحيم علي، طلع الكلام اللي بيقوله ده، طبعا دي حاجات غريبه لا تحدث خالص يعني. وبعدين فين المكالمات اصلا اللي هي فيها يعني في مكالمه بيقول لك، انا واحده بتقول انا شفت الشيخ خموزه بتدي احمد ماهر 50,000 دينار، تمام؟ اولا الشيخ خموزه مش يعني مش قاعده في الشارع عشان تنده تدي دي نمره واحد. نمره اتنين ان العمله في قطر مش دينار، يعني كمان يعني العمله مش دينار، واخد بالك؟ في قطر واحد بيقول له عم انت بتاع ستات بقى بالراحه علينا، عادي يعني ايه جريمه في كده؟ مش فاهم. الدوله البوليسيه اللي قاعده تسجل لشويه شباب، هو ايه الموضوع بقى؟ هو مباحث امن الدوله، انتوا ناسيين يعني جزء من غسيل الدماغ. احمد شفيق ماشي تمام، اسكندريه ابتدوا يلاحظوا ان مباحث امن الدوله بيطلع منها دخان، ده اللي حصل. فقالوا لا دي وثائق الشرطه العسكريه دخلتهم، ولما دخلتهم كانوا بتفتشهم تفتيش ذاتي وهم طالعين، واخد بالك؟ وانت طبيعي ان انت رايح، فاقول لك طب ده شيء طبيعي حتى لو بهزار، والنبي لو لقيت ملف تبعي وبتاع عادي، ايه المشكله؟ مش فاهم. احنا دلوقتي بقينا في حاله هستيريه وكله كلام فارغ، يعني اللي بدات في الاستاذ بتاع البط ده وانتهى بقى كملت. اي حد بيطلع ورقه زي دي يقول لك اهو، والكاميرا مش جايباها، ده تقرير من جهه سياديه، فلان الفلاني كان قاعد في الهيلتون مع مسؤول سفاره قبرص يوم 13 مش عارف ايه، وبعدين طلعوا بعد كده على بيت فلان. يا خونه فين هي الجاسية دي وايه ده؟ انت واخد بالك؟ ولما انت معاك الكلام ده طب ما تقدمه لجهه التحقيق، اي كلام، واخد بالك؟ فالحقيقه ان كل هذا الموضوع رغم انه للاسف برضه علينا ان نعترف انه اثر في قطاع من 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 ال مش كده؟ ان دول ممولين. ايه الحقيقه؟ انا مش عارف يعني ايه، فين هي الحقيقه اللي جابت؟ وبعدين ما تورينا كده واحد ممول فعلا وخاين، واحنا نقول لك لو هو من الثوره نقول لك اعدمه مش احبسه، بس طلع تحقيق، طلع اي حاجه. هو كده مفيش بحث علمي بقى. انت في حاله عشوائيه، حاله عشوائيه جامده جدا، واخد بالك؟ وكلام بقى، في واحد طلع قال الهدف بتاع الاخوان المسلمين ده، انا شفته بنفسي، خبير استراتيجي قال الهدف بتاع الاخوان المسلمين انهم ما حدش فهم الموضوع ده، بس انا عندي وثائق، كل الناس عندها وثائق. قال الهدف بتاع الاخوان المسلمين انهم يهدموا الكعبه. انا شفته بنفسي، المذيعة قلت يعني، هي جايه ايه؟ هي طبعا عامله برنامج طبل يعني ماشي، بس ايه مش قوي كده يعني، بدل كده هتودينا في داهيه، انت واخد بالك؟ فقالت له لا برضه حضرتك، قال لها بس انا بقول لك لان دول اشاره مش عارف ايه ماسونيه ايه ثلاثه اربعه اي كلام ولا اشارات مش معقوله يعني اللي بيحصل ده ورا الخيال. طبعا غير الاستاذ الدكتور سيد القمني طلع وقال ان المصريين برضو برنامج انا شفته، قال المصريين، انا هفسر لك المصريين بيحبوا كلمة سيسي ليه، لان سيسي دي فضلت في جينات المصريين 6000 سنة. فقالت له ازاي؟ قلقت برضو جدا،
قالت له حضرتك لا الناس بتحب المشير السيسي 30 يونيو للدور العظيم اللي عمله وبتاع. قال لا 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 6000 سنه جيناتنا موجوده فيها سيسي مستنيين خلاص، لان النار المقدس عند الفراعنه كان اسمه سيسي رع. تمام، انا حياة دورت ما لقيتش النهر المقدس ده. وخبال لا هواز قناة الاولى سيد القني قال الكلام ده في القناة الاولى. قالوا لي قريت على النت ان زي حواس قال ان في هرم قالوا ايزيس. ايزيس ايه؟ ايزيس والله ايزيس يعني. وهل انت اوكي؟ انا بقى انا بحترم انا بحترم المشير السيسي وبعتبر انه عمل دور بطولي وكل شيء. هل هو يحتاج انه يبقى اسمه على النهر المقدس؟ يعني يعني انتوا ايه، انتوا ايه متخلفين ولا يعني اسمح لي، هل هو يحتاج انه اسمه يبقى على النهر المقدس؟ مش محتاج يعني. الراجل عمل لو كان اسمه اي حاجه يعني، او اسمه على النهر المقدس حاجه غريبه جدا. يعني ايه جدليه؟ انت هتلخبطي ولا ايه؟ ديش بقى خلينا ماشيين حلو. طب من ان يكون في انتخابات محترمه ليه؟ لانك لما تجربه التاريخ لما بتضحي بالنظام من اجل الزعيم بنروح في كارثه، وده اللي حصل سنه 54. كان هناك ديمقراطيه في مصر، كانت في احتلال وكان في مشاكل، وانما كان في فكره ديمقراطيه فعلا تم الغائها بالكامل سنه 54 من الزعيم عبد الناصر اللي هو زعيم عظيم جدا. فاصبح عندك الزعيم بدون نظام، الزعيم هو الزعيم مفيش غيره، واللي هيقوله هو الصح، ولو انت عكسه يبقى انت راجعي ويبقى انت كذا ويبقى انت ضد الثوره ويبقى انت من اعداء الثوره. كل الحريه للشعب كانت الشعارات كده، ولا حريه لاعداء الثوره. حلو قوي. من الذي يحدد من هم اعداء الثوره؟ طبعا اجهزه الامن، انت واخد بالك؟ وبالتالي لما بيحصل دايما كده ان يجي الزعيم لانه بني ادم يقوم واخد قرار كارثه محدش يقدر يقول له انه ده غلط، فندفع ثمنه جميعا. عشان كده انا ما عنديش اي مشكله في ان المشير السيسي يبقى رئيس بس بانتخابات محترمه، انما ما نعملش ما نضحيش بالنظام من اجل الزعيم، هي دي المشكله. انت اولا مرشح لرئاسه الجمهوريه فانت فقدت حياتك، انت صح انت غير محايد ان انت مرشح ومرشح رئاسه الجمهوريه. هذه الندوه تفخر انها قدمت مرشحين لرئاسه الجمهوريه. كان دايما عندنا مرشحين. احنا كمان بنحاول بس كوريا الشماليه. لا ايوه الزعيم، الزعيم ده قتل عمه ولا عم يعني قتل عمه. لا انت ما عندكش من زاويه ادبيه الشخص العادي زينا كده مع نطاق ده ممكن فعلا يتحول من ديكتاتور يحب الموضوع ده يستحلاه. لا انت عندك، انت لابد انا لا كل البلاد التي عولت على التفوق الاخلاقي الشخصي راحت في داهيه. لانه المفروض اللي يحميك النظام مش التفوق الاخلاقي. فكره التفوق الاخلاقي دي عند الناس يعني عند الناس الاسلام السياسي هي فكره صحيحه تاريخيا ولكن مرتبطه بظروفها. يعني معنى ايه؟ ما هو انت في تفوق اخلاقي كان عند الخلفاء الراشدين، ثم سرعان ما السياسه ركبت حصان الباطل من اللي يقول انه يعني بعد كده بقى الفتنه الكبرى ومعاويه، لان ما كانش في نظام. عشان تستنى عمر بن الخطاب تاني او عمر بن عبد العزيز تاني، استنى بقى ده بيجي مره كل هنا. شخص يلزم نفسه يصل لدرجه من التفوق الاخلاقي انه يصنع النظام الذي يحكم نفسه بنفسه فيه. طبعا ده يعني ما بيحصلش. اللي بيحصل فاهم انا برد عليك، الحاجات دي يعني مثلا حتى في المسابقات بتاعت الاصوات
لما احيانا شاب بيلاقي نفسه في يوم وليله اصبح سوبر ستار العرب ونجمه لما بيرجع بلده بيتقال انه بيصاب بحاله فظيعه من الغرور. انت بتتكلمي حضرتك بتتكلمي على الشخص. انا بتكلم على المبدا. انا الحياه الشخص لا يعنيني، انا يعنيني المبدا. لان المفروض ان احنا مين اللي قال؟ انت اللي قلت دلوقتي انك انت نحن نتولى تدمير انفسنا بانفسنا من غير اعداء. اول حاجه للتدمير انك لا تفهم التاريخ. خلاص حاجات اتقفلت وجربت، بنجربها تاني ليه؟ ما احنا جربناها. هو ما عندوش غيرها. لا احنا اللي بنجربها تاني. يعني هنا الموضوع يتجاوز السيسي، انت بتجربها تاني، انت لازلت عندك استعداد ان الزعيم يبقى اهم من النظام. ها سيبنا لك مصر امانه. صلاح شاهين كذب. يعني المره الوحيده اللي الرئيس عبد الناصر قلق كان فيها كاتب اغنيه بيقول له سيبنا لك مصر امانه في ايدك، فناداه قال له لا امانه ايه، لا قلق. بس الحقيقه في واقع الامر ان صلاح شاهين برؤيه الفنان كان يعبر عن الحاله المصريه، انه انت سبت مصر امانه في ايد زعيم، زعيم عظيم قوي، بس هي امانه في ايده، انت خلاص انت ما انت ماشي وراه بقى. واخد بالك؟ اؤمر تلاقي 30 مليون فدائي في جميع، اؤمر تلاقي، اؤمر تلاقي، مش هنناقشك. خلاص 30 مليون فدائي في جميع الميادين، مش هنناقشك، اللي انت تقوله هو الصح، واللي انت تقوله احنا جربنا ده ودفعنا ثمن لازلنا ندفعه حتى الان، واتهزمنا هزيمه منكره. النظام اللي هيعمل الزعيم ولا الزعيم هو اللي هيعمل النظام؟ لا، اللي هيعمل النظام الشعب. الزعيم مش هيعمل النظام، الشعب اللي هيعمل النظام. يعني في ناس كتير عايزين حته من الصغيره. لا لا ايه؟ في ناس كتير بيعملوا كده تعلقا، يعني عايزين مناصب بعد كده. ايه حضرتك الناس بتنفق ليه؟ لا مش عشان مصلحة، لانعدام الاحساس بالعدالة. سيادتك اقول لحضرتك، سيادتك اشتغلت في بنك اجنبي مثلا، فلقيت ان موضوع ان انت دمك خفيف او دمك تقيل ده ملوش اي علاقة خالص. وفي واحد زميلك كان اتخانق مع المدير خلاص، او واحد زميلك وبس اشتغلت كويس راحوا مرقينها، وبالتالي فانت اتعلمت ايه؟ ان شغلك اللي هيرقيك، يبقى لا هتروح ولا هتصبح ولا هتعمل ولا هتنقل الكلام ولا هتقول له ايه الحلاوه دي يا ريس ولا هتعمل الكلام. رحت بقى في مكان تاني لقيت اللي بيشتغل كويس ودمه تقيل طردوه، وان البكاش واللي بينقل الكلام واللي بيروح يجيب الخضار للمدام هو اللي بقى رئيس قسم. فانت عرفت السكه. فالنفاق ده بيجي من مضاعفات الاستبداد. انما في الدول المحترمه انت مش محتاج تنافق ولا اي حاجه خالص. فاللي بينافقوا دول ما عندهمش ثقة، ما عندهمش في النظام، عنده ثقة ان هيرجع تاني نفس زي ما كنا. في واحد محافظ قال للمبارك مرة، قال له انت منين؟ كان محافظ الشرقية افتكر. مبارك قال له انت منين؟ قال له زي ما سيادتك تؤمر. كان في تلفزيون والله العظيم. ومرة رئيس جامعة ما اعرفش تفتكروها دي ولا لا، مبارك قاعد يقول لا تعديل للدستور لا تعديل للدستور، طلع علينا بقى الطبالين والزمارين، هو الدستور لعبه؟ هو انتوا فاهمين الدستور ده؟ عدله عدله مش عارف ايه. فراح جامعه افتكر جامعه اقليميه عشان ما اظلمش، وبعدين طبعا اخر كلام ان الاهرام طالع كان نفس اليوم لا تعديل للدستور تمام. فرئيس الجامعه قال كلمه بيرحب بمبارك، ده انا شفت الكلام ده في التلفزيون. فقال وهؤلاء بقى الكذا والمأجورين والموتورين اللي عمالين يقولوا تعديل للدستور، أهي لعبة؟ أأنتم تلهون فيما مش عارف موضع الجد؟ أأنتم كذا؟ أأنتم كذا؟ ولا كذا؟ والدستور ده إيه؟ وبتاعه مش عارف. والناس سقفته. والآن مع الزعيم ومنشئ مصر الحديثة وطبل وزمر طلع الرئيس مبارك. فقال على فكرة أنا قررت أعدل الدستور. تمام؟ والله العظيم ده حصل. تمام؟ فانا طبعا الحاجات دي انت بتتفرج عليها بنص وعي، يعني ايه؟ يعني لو عندك حاجه تعملها تكوي حاجه، يعني ان ايه؟ كلام كله متخلف، يعني مش عيب ان انت تركز فيه. بس انا ابتديت اركز بقى لما قلت يخرب بيتك الراجل ده هيعمل ايه بقى دلوقتي؟ ما هو الراجل ده لازم يشوف له حل في نفسه. انت يعني لو كان ياباني كان انتحر هاراكيري.
عندهم انتحار الشجعان اللي هو الاراكيري واخد بالك، فالمفروض ينتحر اراكيري على طول. طلع بعد كده قال ايها الزعيم ايها البتاع، شفتوا هل حدث في تاريخ الإنسانية انه حد يتنازل ويعدل الدستور علشان الناس تنافسه؟ مصر كلها تقف الآن، مصر مش ولا كأنه قال اي حاجة عادي. يعني هو الاول كان ماشي على 180 درجة ولا حرجة ولا حياة خالص، وخبال. وبالتالي انت الناس اللي بتنافق اللي الدكتور احمد بتقول عليهم دول هم متأكدين داخليا انه لن يحدث تغيير وان الدنيا هتمشي زي ما كان. فما تعطلنيش بقى، انا عايز احجز مكان، واخد بالك. يعني الناس طالعه عجيبه، يعني ناس طالعه طبعا كلهم عايزين مناصب، بعضهم اعرفهم شخصيا للاسف يعني، وكنت فاهم انه من الثوره وطلع في الاول، انما ده طالع ده عايز منصب معين، ما قلتش اسم اي حد وغير مسؤول عن اي اسم تم ترديده خلاص. انا بقول عموما واخد بالك، ده عايز منصب معين يعني، مش اي منصب واخد بالك. فطبل وزمر غير عادي، راجل على الموضوع الاختراع ده، استاذ فيرولوجي، استاذ علم فيروسات مصري، عمل فيديو وقال يا جماعه الكلام ده يعني عيب جدا، وجاب بقى ايه، جاب بتاع كده رسومات توضيحيه للفيروس انه ما ينفعش طبعا يبقى كفته والكلام ده. ها أم الأخ اللي هو اللي عايز المط، لا 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 اسمح لي أنا ما قلتش أي اسم، مسكوا مسح بيه الأرض، قال لك لا ده موتور وده ضد القوات المسلحة. يا عم الراجل بيقول لك في تخصصه وهو مصري وبيقول لك ما ينفعش هذا الكلام غير متماسك، وجاب لك صورة قال لك الفيروس ده شكله كذا والفيروس ده شكله كذا، وبيطلع بيوقف على الخلية، كلام علمي يعني اللي هو الدكتور باسم كاتبه في مقاله في الشروق هنا، هو واخد اسلام حسين. اسلام بالظبط بالظبط. خالد توفيق مفصص الموضوع الالبين دول، مش ضدش كده، احنا بنحب الجيش، ما فيش حد يبقى يكره الجيش بتاع بلده ابدا والا يبقى متخلف عقليا، انما احنا ايه اكيد ما بتحبش لا تصدقني انا بحبها فعلا والله ابو شعره ازاي. فبس ايه علاقه ده بالموضوع يعني؟ الـ طبعا احنا الكلام خدنا، بس احنا في بعيدين عن ال، فاتفضلوا بعد كده، احنا قدامنا قد ايه يا استاذ اسامه؟ ساعه الا ربع. اوكي ننظم بقى الحديث بعد هذه الدردشه. الاستاذ اسامه انا اعطيك هذا اللي هو ارجوك، الاستاذ عبد المجيد نستفيد من وجوده معانا في ان احنا نشوف رأيه في سواء في الأدب أو غيره. الكتاب موجود يعني، وأكد لكم هتستمتعوا بالقراءة زي ما انتم شفتوا، وهو كتاب موجود هنا وانتم نازلين بسبعة جنيه يعني، يعتبر ما أعتقدش أن في أي سبب أن ما حدش يشتري الحقيقة يعني. اتفضل أستاذ. شكرا دكتور علاء، مساء الخير يا جماعة. في أسئلة الأستاذ عبد المجيد الأول عشان هو برضه، ولا إحنا بنتكلم بقى في الوضع الحالي؟ خلي كل واحد يسأل، قول له اللي عايز يسأل أي حاجة يسأل، بس راجل راجل وست، راجل وست. أستاذ خالد كان طالب الأول، اتفضل. هنا شابة اتفضل، دي مغنية؟ ده مغني هايل. ممكن؟ طيب على ما يجي ال، اهلا وسهلا، ازيك؟ اهلا بيك، اهلا بيك، ازيك؟ اخبارك ايه؟ انا مش عارفه كنت حضرتك شفت النهارده كلمه سياده المشير ولا شفتوهاش؟ لا مساهويك زي العاده، مساهويك زي العاده. انا بس عايزه يعني اقول لك كم جمله هو قالها وتقول لي اذا كان احساسي باللي هو قاله في مكانه. اللي هو قال في كل الطب في الطب. حضرتك اتكلمت قبل كده على منطق لوم الضحيه، هو اتكلم طول الوقت على انه الشباب بيكلم الشباب،
ومفروض يعمل ويعمل ويعمل وعجلة الإنتاج والمثابرة والإيثار وما يبصش لأي مقابل. الشاب ما يقولش أنا هشتغل إمتى وهتجوز إمتى، لا هو يشتغل بدون ما ينظر لأي مقابل. أنا فكرني ده طبق الأصل الكبار، وده مش اتهام او مش يعني هما كانوا طالعين من نفس المكان. يعني انا اعتقد ان العمليه كلها مصبوبه بنفس الطريقه، طول الوقت يلوموا الشعب على قله الشغل وعلى الخلفه الكتير، يعني 90 مليون يعني طول الوقت المصريين اللي في الخارج تبعتوا فلوس وتتبرعوا. وبعدين في حد فكر يروح مره بكليه ماشيه عشان خاطر مصر؟ وانا مش عارفه الحياه ده هما بيتنعموا في الملايين. يا استاذ محمود ما فاتكم بس او يقضي او من اللي يشتغل او اللي نجحوا بره ولها بره فكر ان هو يجي ويدي لمصر شهر من وقته. هي في ناس بتيجي وبتدي اكتر في كتير وفي كتير. يعني الحقيقه انه كان الخطاب اولا مرتجل، هو يعني مش محترم فكره ان هو بيتكلم 90 مليون بني ادم. فكره الارتجاليه دي كنا بنقلب مرسي عليها طول الوقت طبعا مع فرق الطول، بس الخطاب مرتجل وهو بيتكلم مع المواطنين في نفس الوضعيه اللي انا قاعده فيها دي كده. يعني هم كلهم وراه ازاي؟ مش فاهمه ده ليه؟ يعني هو ما قامش ومسك المايك ووجه لهم الكلام، هو مديهم ضهره وقاعد كده وكل البشر ورا كان شيء غريب، بس نقطه شكليه ما علينا، انما الكلام. طب ما انت بتتكلمي كده اهو دلوقتي عشان اتكلم. هو مش مسؤوليه، هو ما فيش حد كان قاعد قدامه، كان كل الناس. انا تخيلت ان هو بجد نقطه غريبه جدا، كاميرا ممكن تلف معاه مطرح ما يروح. المهم انا عايزه اقول لحضرتك ايه رايك في مساله ان هو طول الوقت كل اللي بييجوا على الكرسي بيوجهوا اللوم والعتاب للناس اللي مش عايزه تشتغل، والحين مش عارفه فين الناس مش عايزه تشتغل دي. يعني اذا كان بني ادم في مؤسسه ما سواء حكومه او قطاع خاص ما بيشتغلش، مش ده المفروض يعني يجري عقوبه او خصم او يعني مين الناس اللي هي اللي تدلع وما بتشتغلش وفي نفس الوقت ما بيهتمش تستفيد؟ لا انا طبعا ما اقدرش. بس لاعب النظام، يعني لو في بني ادم متكاسل في شغله ومسكوت عليه يبقى دعم النظام طول الوقت. احنا 90 مليون ما بتشتغلش كفايه ولازم نشتغل وما نفكرش اطلاقا نشتغل بدون مقابل. وبعدين فكره ان كل واحد يجي على الكرسي يكلمنا عن ان احنا المفروض نتحمل. طب انا قبل ما اتحمل انا عايز اعرف انت متحمل ايه؟ يعني لا عملوا السنتين الخاصه ولا عملوا حتى الاقصى الاجور ولا فيش شفافيه في ميزانيه الدوله، وطول الوقت يكلمونا عن ان الشعب المفروض يشتغل ويتحمل. انت في قلبي يعني حاجه لا انا ما اقدرش اعقب على حديث ما شفتوش، بس اقدر اقول لك ان وجهه نظر يعني انا وجهه نظري انه هذا الموضوع لوم الناس على انها ما بتشتغلش ده الحقيقه يعني انا مش موافق عليه، لانه بيسقط تفاصيل كتيره هي الموضوع. يعني بمعنى ان اولا مين قال ان يعني انت بتدي للدكتور 300 جنيه و 400 جنيه تمام؟ 400 جنيه دول ابوه دفعهم كورس في 3 اشهر في ماده واحده دروس خصوصيه او 600 جنيه او 700 جنيه. وبعدين الطبيعي ان انت حس ان انت بتديله كانك بتديله مرتب، هو كمان هيشتغل كانه بيشتغل. يعني هو هيروح يمضي وهيروح يشتغل في حته ثانيه عشان يقدر يعيش. وبالتالي لا هو مش ما بيشتغل، هو بيشتغل قليل عندك. عيب اداره. بيشتغل قليل عندك لان انت ما بتدروش اصلا. انا هنا انا لا اعاقب على حديث السيسي لان ما شفتوش عشان ابقى دقيق، انما الكلام اللي بتقوله الاستاذه ما هذا الكلام قديم من ايام مبارك من الثمانينات قال لا اجيب لكم منين وبتاع. دي نمره واحد. نمره اثنين انت ادي الناس مرتبات عشان تشتغل. ثانيا فكره ان انا اضحي، طبعا كلنا نضحي بس في حد ادنى من الحياه الانسانيه لا يتوفر، لازم يتوفر الاول والا ما يبقى، لان ده واجب الدوله ان انا اعيش كبني ادم، الاقي ميه، الاقي مكان اعيش فيه بطريقه ادميه، الاقي شغل، الاقي يعني ده في العالم كله هذا الكلام. نمره ثلاثه الموضوع إن انك انت لا مصر ليست فقيرة، ولو انت طبقت الكلام اللي طلبه منك البنك الدولي اللي هو مؤسسة استعمارية انه خفض الانفاق الحكومي بقاله سنين بيقول خفض الانفاق الحكومي سنين. انت عندك مرتبات الدولة 80% منها بياخدها 30% من الناس، عندك مستشارين بملايين ما لا يستشيرهم احد،
وبالتالي عندك الصناديق الخاصة اللي هي عاملة زي لغز جوحة كده ما حدش عايز يقول إيه ولا البتاع، عندك حاجة كتيرة جدا إذا كنت عايز إيه؟ مستشارين الدعم، الدعم للمصانع اللي دعم الطاقة للمصانع اللي بتبيع بالأسعار العالمية، الأسمنت بتبيع بالأسعار العالمية تمام، وانت بتديله مية وغاز وكهرباء مدعم. طب قبل ما ترفع الدعم على الناس الغلابة ترفع الدعم على الناس اللي بتكسب. الضرائب التصاعدية اللي رفضوا في الدستور انهم يحطوها اللي موجودة في دول ليست شيوعية ولا حاجة، ألمانيا والسويد والدنمارك توصل، وفي ألمانيا وفرنسا معدلات، عندك حاجتين، الحد الأدنى للأجور لازم يتصق مع الحد الأعلى في كل الوظائف في الدولة، والحاجة التانية انه في ضرائب تصاعدية، الضرائب التصاعدية دي عشان تعمل موارد للدولة، عشان لما واحد يعيا معاه فلوس او معهوش فلوس يتعامل كبني آدم. لما تبعتي ابنك مدرسة وانت فقيرة لا هيتلقى نفس التعليم بتاع ابن رئيس الدولة. طب انت ما تعملش اي حاجه من الكلام ده. حضرتك ما سمعتش الحوار، بس هو النهارده قال بالحرف اي كود يعني فيها ايه لو جيل او اتنين ينزلوا عشان اجيال ثانيه تكسر، ولما بيقول عايزين تامين صحي كويس منين؟ مبارك والله يعني كلمه منين اجيب لكم منين دي كوبي يعني. لا منين من منين من الضرائب الاقتصاديه اللي بيخلي انك انت لما بتروح في المستشفى في الخارج بكل الأجهزة موجودة إن عندك ضرائب تصاعدية، لو كسبت بعد فترة من الفترات أنت عندك الضرائب عندنا أقصى حاجة 20% واللي بيدفعها الغلابة، لأن الناس الأغنياء بيبقى عندهم محاسب كويس بيطلعهم خسرانين فما بيدفعوش حاجة. واخد بالك؟ ده فيها ميزة كبيرة الضرائب الاقتصادية بتمنع الاحتكار كمان، تمنع احتكار الشركات الكبيرة كل ما تكبر بتقدر يقول لك طيب ده هيهرب المستثمرين. طب ما هو ما هربش المستثمرين ليه؟ في بلدهم، في بلدهم. طب ما هم بيستثمروا في بلدهم وبيدفعوا. واخد بالك الناس اللي بعض رجال الاعمال عامله اعمال في سويسرا، سويسرا بتوصل 52-53% ضرائب تصاعديه وهو قابل هذا الكلام، بس ما بيقبلوش في بلده. يعني بيعمل مصنع او بيعمل قريه سياحيه او بيعمل حاجه في سويسرا وبيدفع عليها ضرائب تصاعديه ويرفض انه يدفع ضرائب تصاعديه في بلده. فكره برضو انا لازم اشوفه كله، ولكن هذه الافكار دي انا برد على مبارك الحقيقه، ده كلام مبارك قاله قبل كده وكلام الحقيقه مش صحيح، لانه هو بيتناسى حاجات مهمه جدا. انت بتدي واحد 400 جنيه في الشهر، شغل ايه اللي انت عايز تعمله؟ دي عن البطاله بالظبط يا دكتور، بياخد 4000 في نفس الكادر في نفس الوزاره ممكن في نفس المكتب. المدرسين دروس خصوصيه، ادي المدرس فلوس كويسه واللي ادي دروس خصوصيه اعدمه، اعدمه بالرصاص بس اديله فلوس كويسه. انما انت ما يعني احنا في حاله كأنه كتبت عليها قبل كده، وكأنه متبادله، كأن انا بديك مرتب وانت كأنك بتشتغل. ما اديني مرتب عشان اشتغل. طب يا دكتور ده مقصود ولا الراجل مش عارف يشتغل؟ اللي هو لا مقصود هو لسه اشتغل حاجه ولا ثمان شهور هو مش عارف يشتغل، ولا ده مقصود انه يحافظ على تركه. هو انت لما يبقى رئيس جمهوريه يبقى مسؤول، هو المفروض دلوقتي على الاقل نظريا هو ملوش دعوه بيقول اراءه ده نظريه ماشي، هتخش بقى في جدل. انما لما يبقى رئيس جمهوريه مسؤول لا طبعا هذا الكلام غير مقبول خالص. بس انا يعني بعد ثلاث سنين الثوره وبعد نكتين من الثورتين يعني نكتين ثورتين يعني مفيش حد يطلع يعمل عداله اجتماعيه فعلا حقيقيه. ما حدش هيطلع يعمل لك عداله اجتماعيه غير لو ضغطت عليه، لان انت دي حضرتك بتنزل ممكن تموت عشان مبادئ. الناس دي بتدافع عن مصالح بمليارات، بتوع الحزب الوطني دول مليارات ومليارات ممكن يتحبسوا، يا ريت يتاخد فلوسهم بس. وبالتالي عنده استعداد ان هو يعمل يعني يعمل كل ما تتخيله ولا تتخيله علشان ما يحصلش تغيير. واخد بالك؟ لان دي اموال طائله وعملوها عن طريق قربهم لمبارك وعن طريق القريه اللي في الساحل الشمالي. كانت في قريه في الساحل الشمالي ما كانت الشاليهات ب 400,000 و500,000 و600,000 و700,000 مليون، شاليهات الصف الاول كانت 1.5 مليون. جه الاستاذ جمال خد شاليه في الصف الاول، دي واقعه بقى، دي قريه جنبينا مش ايوه بالظبط،
مش عايز اقول الاسم خلاص. تخيلوا انه لما جمال مبارك خد في اول صف تقفز الاسعار من 1.5 مليون ل 8 مليون ثم بقت 12 مليون. ليه؟ ان ال 12 مليون دول انت هتبقى على صف واحد مع الاستاذ جمال. شيء طبيعي جدا بالظبط. لا طبعا 12 مليون. لا هو مش موضوع هو راح يستحمى ولا راح يستجم. ده هيعمل شاي، هيعمل عشاء، وهيعزم الاستاذ جمال، ما هو بيبقى جنبه. العزومه دي يدفع فيها 12 مليون لانه هياخدهم 120 مليون. يعني انت متخيله ان حاجه تقفز بهذه الاسعار لمجرد ان ده يوريك كميه الفساد. طبعا انت جرتك للاستاذ جمال هتدفع، ما انت مش عبيط اللي بيدفع ده لانه هياخدها. طبعا بقى في حاجات ممكن تتخيلها، انت طالع من البحر الاستاذ جمال نازل مش كده؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا، ده احنا جنبيكوا هنا. قال يعني انت مش عارف الاستاذ جمال؟ معقوله؟ ايه ده احنا جنبيكوا يا ما حسن الصدف. واخد بالك؟ في النهايه ده فساد، لانك انت لو انت طبعا يعني الوزراء في ورئيس الوزراء في البلاد الاسكندنافيه في اوقات كتيره بيروح الشغل بعجله. واخد بالك؟ يعني ليه؟ لانه المواطن زي ايوه بيقف على الطابور، وراجل رئيس وزراء انجلترا عملوا له فضيحه بجلاجل الحالي، لانه راح يشرب قهوه وكيكه تمام، فوقف في الايه؟ في الطابور. فالطابور في بنت بتبيع، ف يعني ما تفهمش بقى هي متضايقه منه ولا ايه، يعني بطأت قوي، فبقى واقف مثلا ربع ساعة بس. فجم ناس مساعدين قالوا لها على فكرة اللي واقف ده رئيس الوزراء، بس يا ده ادوقي بقى ازاي بقى. هي اصلا زعقت وقالت يعني ايه رئيس الوزراء، هو مش احسن من اي حد؟ وجرايد بقى المعارضة عملت له فضيحة بجلاجل ان الراجل ده واقف. وطبعا هو اللي زود الموضوع ان لما البنت هيصت هو قلق فراح ماشي، قال مش مهم قهوه بقى ولا ايه تمام. فكمان مش عايز تقف في الطابور، وكمان حاسس ان انت احسن من الباقيين، وكمان بتبعت المساعده بتاعتك لتقول البنت دي يعني واحده دي من الحاجات الغير قابله للتجاوب بس عندنا بالظبط بالظبط. واخد بالك؟ يعني ازاي ما حد يعني هو لما عملش حاجه هم قالوا لها خلي بالك ان ده رئيس الوزراء فبس. فصرخت وزعقت راح ماشي، لان طبعا هيطلع له صحفيين وصوروه عملوه فضيحه بجلاجل. فتشوف بقى الفرق، ان انت بتدفع 12 مليون عشان تشوف الاستاذ جمال صدفه، وده الراجل ما عملش حاجه وقعد يقول بعد كده اولا دول كانوا بيشتغلوا معايا في المكتب ومش انا اللي قلت لهم روحوا، وانا لو كنت معترض على الطابور ما كنتش وقفت فيه. وبعدين انا كمواطن من حقي ان انا لو لقيت ان هي بطيئه زياده عن اللزوم ان انا اقول لها. يعني هو حط ارجمنت، يعني حط منطق تاني، انه نفترض انا مش رئيس الوزراء وانا واقف والست دي بطيئه، انا بقول لها يا بطيئه. فطبعا يعني لسه ان شاء الله ان شاء الله خير ان شاء الله خير ان شاء الله. واحد راجل اتفضل. طريقة اتخاذ القرار كان عندي اهون من انت يا استاذ.
طبعا انا اتفق مع حضرتك تماما. انا تعقيبي هيكون هقرا لكم التعليق اللي عملته على الدفاع عن المترقصين الحاضرين في المصري اليوم. مقالت انا اللي في المصري اليوم هو وحطيته في اكثر من مقال. في مقال هل اكتشفنا دواء الايتو فيروس سي لمصطفى اسمه مصطفى بكر؟ لا ده انا كاتب على مصطفى بكر. هو اللي في حد قال انا لو حصل حاجه قال عدوبي وباسم يوسف. المهم انا كتبت مصطفى التعليق ده بحطه في كذا حته. وانا بدعو لتكوين حمله للمصريين الشرفاء لمحاكمه الفريق الطبي لهيئه مصر. انا كتبت الكلام ده في اول مره في يوم السبت 1 مارس وقلت مطلوب جهاز علاج فيروس جيم جه وفيروس ميم متطبيقاتية علاج مصطفى بكري وامثاله. مطلوب محاكمة اللواء ابراهيم عبد العاطي وفريقه الطبي على وجه السرعة الذي اهان عقول المصريين وكل المصريين الشرفاء وجعل مصر اضحوكة بالعالم اجمع. وهذا صحيح بقينا اضحوكة في العالم كله. كان الخطورة كمان في ان اللواء ابراهيم عبد العاطي ده هدد باسم يوسف وقال انه صعب دي باسم يوسف عسكرية. هو ده الخطورة ان هو كمان اي واحد بينتقد هذا الجهاز وهو جهاز من فابريك يعني جهاز يعني الاسلوب العلمي غايب تماما وستثبت الايام انه هذا الجهاز فاشل 100% ولا يعالج اي شيء ولا اي فيروس يعني الايام جايه. طبعا ربطه ب 30 يونيو له مغزى سياسي. ايش معنى 30 يونيو؟ هل هو لو اقتراع يعني ما هو ده يعني في الذكرى الاولى للثوره. فيعني انت لو عندك جهاز بيعالج الناس هتعالج بيهم يعني انسانيا. لو انت طبيب ومعنا دكتور كبير هتستنى مناسبه سياسيه عشان تعالجهم ولا هتعالجهم بمجرد ما الجهاز ده النهارده قبل بكره؟ دي حاجه. ولو هو الجهاز محتاج لسه تيستينج يبقى هيخلص يوم 30 يونيو. هو 30 يونيو انت هتعالج الناس كده هتصحى يعني التيستينج وكل حاجه هتبقى 100 129 وهتصحى يوم 30 تعالج الناس زي يعني تمرد انزلوا بقى. فكلام يعني كلام يعني محزن. اللي كنا متخوفين منه ان استخدام يعني محاكمة المدنيين في امام المحاكم العسكرية ادي اول طبعا كان محتاجة لخيال واسع جدا ولا حضرتك عنده ولا انا عندي للأسف الشديد ان احنا نتخيل ان هيطلع لنا الدكتور لواء طبيب يقول ان انا عندي جهاز. هو مش لواء طبيب ولا يعني طبيب ولا لواء مكلف يعني يا تتعالجوا يا حاكمه يعني هو بالظبط كده يا جماعه هتتعالجوا يا هقضيكوا عسكريا. ما فيش نقاش. نتعالج بقى خلاص. هو بيقول للراجل بتاع الاس انت اتعالجت خلاص انت ما عندكش اس خلاص انا مبروك ان انتوا تخشوا على مقاله الدكتور علاء في المصري اليوم او على في اليوم السابع. وانا حاطط اليوتيوب بتاع الدكتور اسلام حسين اللي هو المصري بيشتغل في اكبر جامعه. اولا عمل ماجستير في كامبريدج وعمل دكتوراه بتاعته في ام اي تي اللي هي اكبر جامعه طبيه في العالم. وقبل كده كامبريدج الماجستير في كامبريدج والكلام اللي بيقوله يعني حاجه صادق. فدي الراجل مصدوم 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 يعني بشده. وانت عارف كامبريدج دي يعني عامل مش بس ممكن بعد 30/6 لو راحوا تعالجوا وبعد كده ما خفوش هيحكموه على العسكريه. ايوه انا يعني بعد كل فعلا المصريين الشرفاء انهم يعملوا حمله
ليه محاكمة اللواء إبراهيم عبد العاطي وفريق الطبي لإهانة مصر بقينا أتروكة في العالم كله؟ صح. ازاي القوات المسلحة ما تردش على السلام ده؟ بس قول لي عن المنظومة اللي خلت ده يحصل، مش اللي ده في حد ذاته يعني المنظومة. أنا لو سمحت هنا حصل ما فيش منظومة، يعني هو في مخابرات حقيقية، هو يعني هو مشكلة في حكم العسكر، وأنا لا أرى أي إهانة في حكم في إن الناس بتقول يعني يسقط حكم العسكر، ليست إهانة على الجيش. هو مين بيقول إن العسكر يحكم؟ أنا معايا الدستور في مادة 200 ما بيقولش إن العسكر يحكم، هو بيقول يعني طبعاً عايز اقرب برضه الماده 200 بتاعه الدستور. الدستور بيحدد الجيش وظيفته ايه، فانت اي شيء يبقى يخالف الدستور ده يبقى المفروض الناس تتعاقب عليه. الماده 200 من الدستور بتقول ايه؟ القوات المسلحه ملك الشعب وهمتها حمايه البلاد والحفاظ على امنها وسلامه اراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات ويحصل على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، ويكون للقوات المسلحة مركز أعلى على النحو الذي ينظمه القانون. ما بيقولش إن القوات المسلحة تحكم. فدلوقتي المشكلة في حكم العسكر حاجتين، يعني في الفرنساوي في حاجه اسمها ديفورماسيون بروفيسيونيل، ان كل تشوه مهني وظيفه بتشوه ما الناس يعملها. فدلوقتي احنا الناس اللي كانت بتعيب على الاخوان ان هو سمع وطاعه وهذه منظمه باراميلتري، فهي هو جيش ايه سمع وطاعه؟ هو جيش كله سمع وطاعه، ولا يجوز ان يكون الا سمع وطاعه. فاللي اترقى في الجيش 30-40 سنة لا يمكن لما يخلع البدلة يتغير، ومش عشان قلع البدلة يبقى تاني يوم. دي حاجة، فدي نفسيته تشوهت. وأي واحد منكم وتعاملنا كتير مع لواءات، هو لازم ما لا يقبل منك نقد، ولا يقبل ان انت يؤمرك يعمل حاجة وان انت تركض تعمله. هو بالنسبة له ده في الجيش هو متعود واحد يفتح له الباب، واحد يشيل له الشنطة يوصله لغاية البيت. هذا لا يمكن لما هيطلع البدلة يبقى قلنا ان ده بدري. دي نمرة واحد. في حاجة بقى برضو في علم النفس بيقولك جروب ثينك. يعني ايه جروب ثينك؟ إن لما بتقفل على كل جماعة معينة وبالذات في الجيش كمان، إن هم خلاص هو بي الجروب ثينك بيتعودوا إن هم ياخدوا قرارات أغلب الناس توافق عليها. مش هيطلع واحد عنده إبداع أو برأي مخالف لغالبية اللي قاعدين في الجروب ده. يعني وبهذه الممارسة خلاص الإبداع ولا الفكر الجديد بينتهي، كلنا بنفكر بالطريقة اللي هترضي غالبية الناس ولا أصير مشاكل مع المجموعة اللي أنا فيها. فدي وكتير حللوا كل الكوارث اللي حصلت من مثلا في البي وفي بيجز كل الأخطاء العسكرية نتيجة هذا التفكير. لو جينا على مصر مثلا، لو شفنا علاقة جمال عبد الناصر مع عبد الحكيم عامر دي شيء يعني مذهل، وكلف مصر يعني لغاية دلوقتي بنعاني من هذه العلاقة. والضباط الأحرار ما حدش يقدر يقول لي إن العسكر ما حكموناش. لا، الضباط الأحرار كلهم، هو مجلس قيادة الثورة كان كلهم ضباط. يعني ازاي مع يعني ازاي كان يوز باشي انور السادات كلهم ضباط، فما حدش يجي يقول لي إنه هم لا. يعني المفاهيم كلها لازم نعيد يعني المفاهيم ديفاين، يعني نعيد تعريف، نعيد تعريف كل يعني غسيل المخ وغياب الفكر العلمي ده بقينا بنعاني منه كلنا. فدي مشكله اساسيه. بس حيث الماده اللي حضرتك قريتها
مهام الجيش الحفاظ على امن القاره. ايوه ازاي يعني البادي او الاورجنايزيشن البنود دي على الحفاظ على امن القومي مش قادره يحصل فيها المهزله الفظيعه؟ ما هي مهزله بكل ازاي نستعمل. أنا في التحليل النهاية يعني كانت يعني دعاية انتخابية. أيوة بس it will backfire. It will backfire. يعني بلغة الجيش it will definitely backfire على 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 العمل. هنعمل إيه في موضوع أثيوبيا؟ يعني لا أثيوبيا ده تراكم كمان. أثيوبيا ده فشل من أيام مبارك. يعني برضو عشان ما نبقى منصفين ال المأساة بتاعت أثيوبيا دي من أيام حسني مبارك. من أبو حسن مبارك واخد بالك. وبعدين انت على الاقل كان في قوه بتعضخ ولا قوه ولا نيله. وانت انت هو هو السد ده بيتعمل في الخفاء. السد ده معمول له وانت اهملت الاجهزه اللي من ايام حسن مبارك اهملت لغايه هذه. وبعدين ما تقوليش ما انت عارف ان انت مستهدف. تقول لك ده اسرائيل ورا. طب ودي حاجه جديده لما انت مستهدف؟ ما انا عارف ان طب انا بساعد بقى الناس اللي بتستهدفني وانت في مشكله كبيره. دي من ايام حسني مبارك الحقيقه. حلو ايه يا دكتور؟ حلو ايه والله بس فعلا المشكله حل. يبقى في ناس على يعني المشكله ان اللي بيفهم دي مشكله الدكتاتوريه. اللي بيفهم ملوش سلطه واللي عنده واللي في السلطه ما بيفهمش. دي مشكله كل الانظمه الدكتاتوريه. ومجرد ما بقى حد بيفهم في السلطه المشكله اتحلت واخد بالك. انما اللي بيفهم عن بتوع سدود وبتاع ده بيعلموا العالم كله ما حدش بيستفيد منهم. يعني احنا هنبدا باسئله مش فاهم كده لغايه ما البلد تموت 10 يعني احنا كده مرحله الجفاف ده حقيقي بجد يا فندم. انت رحنا مصر كانت اديك نموذج. مصر كانت في سنه من السنوات ضيفه الشرف في فرانكفورت معرض فرانكفورت الكتاب تقريبا من اكبر معارض في العالم. عملوا طبعا الوفود المصريه بتبقى اكبر وفود في التاريخ. انا كتبت بتاع تورينو. بتاع تورينو ده انا كنت هناك بس مش تبع الحكومه كنت تبع الناشر بتاعي. بعتوا الكتب بالعربي ومصر هي رحت انا برضو اطمن على الجناح المصري ومصر هي ضيفه الشرف. ما لقيتش غير الثلاث طلاينه واقفين ودي حاجه غريبه جدا. فدخلت ايه يا عم فلقيت واحد طلقني اتريق عليا طبعا قال لي هم بعتين الكتب العربي يعني اذا كانت دي طريقه ان احنا نتعلم عربي ماشي بس ده المعرض كله ثلاث ايام واخد بالك. مره تانية بقى بتاعت فرانكفورت دي انت عندك فوق العشرين قسم ادب الماني في مصر لم يتم الاستعانه بولا استاذ ولا معيد ولا حد من بتوع الادب الالماني. وانت رايح فرانكفورت ضيف شرف ليه؟ لان انت كل واحد عايز يطلع على ضيشه. فانت انا دلوقتي وكيل الوزاره بيحب السكرتيره الكلام ده انا شفته مش خلاص بيحب السكرتيره فحاجه لطيفه طبعا ان اخدها معاه الدنيا ليل بقى. وبعدين دي المانيا مفيش مشكله حد يطلع من الاوضه دي الاوضه دي ما حدش هيقول له حاجه واخد بالك. واحد بيجيب مش عارف ايه مراته ايه وبتاع وناس جابوا وبعدين كل ده عليهم لازم فرقه التنوره مش عارف ليه يعني فرقه التنوره في جنيف. كان مره في جنيف حلو قوي قبل الفرق الشعبيه حضرتك مش تجيب الناس انت رايح المانيا. تخيل ان انت اول يوم لان الالمان لم يتوقعوا طبعا فبقى اول يوم ابتدى الوفد المصري يطلب مترجمين تمام. فالالمان يعني الالمان ما استوعبوش يعني انت جاي بالظبط انت جاي انت عايزني اجيب لك مترجم وانا بقول لك ان انت يعني عنده ناس كتير جدا ليه؟ لانه كل واحد جايب جنيف مثلا انا برضو كنت موجود برضو موجود بشكل مستقل يعني ده بقى كان انقح لان كان في جنيف سوزان مبارك قالت رايحه فالدنيا اتقلبت بقى وكل بقى الاراضيش راحوا ورؤساء التحرير والبتاع جت قبلها بثلاث ايام لغت فكله لغى. فالمشهد كالاتي افتتاح المهرجان
والله العظيم حاجة عبثية يعني. أنا كنت من دار النشر بتاعتي كنت بطلع رواية فأروح سويسرا الأول وبعدين فرنسا وبتاع، فحصل إن أنا كنت موجود في المعرض ده هوقع يوم وحسافر فمليش علاقة بيهم. فلقيت يا باشا ناس نازلة لابسة جنلات، رجالة لابسة جنلات تمام، سلام عليكم، بيقول لك سلام في جنيف، بيقول لي سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. قال لي هم فين؟ عارف زي مسرحية فؤاد المهندس كده، قلت له هم مين؟ طبعا ما بيقول لك هم فين، لازم تقول هم مين. قلت له هم مين؟ عارف في مسرحية بتاع فؤاد المهندس اللي ايه مرق واستخبى في الورق، المفتاح اهو. بقول له مفتاح ايه؟ مفتاح الشقة. شقة مين؟ شقة القتيل. قتيل اللي هو اللي انت قتلته. الحوار كده عبسي. تلاتة وتلت لقيت ناس نازلة بتاع ايه ده 12 واحد لابسين جنلات. بقول لي هم فين؟ قال لي السلام عليكم. وعليكم السلام. قال لي هم فين؟ قلت له هم مين؟ قال لي المهرجان. قلت له مهرجان ايه؟ قال لي ده سايبيننا في الأوضة يا باشا. هو بيقول لي هو على أساس إن أنا مصري يعني وشكلي كده ممكن أبقى ظابط بتاع. فقال لي إيه؟ قال لي سايبيننا في الأوضة يا باشا ولا حد عبرنا وإحنا عاملين تمرينات. قلت له تمرينات إيه أصله؟ تدريبات يعني تدريبات. أنت فاهمك؟ مسخرة. ليه بقى؟ لأنه لما سوزان مبارك ما راحتش ما حدش راح، ولا فاروق حسني ولا بتاع ولا فنسيوم. خلاص بقى تنوره بقى معاها ربنا احنا انت واخد بالك. فقلت له خلاص يا عم انت دلوقتي المهرجان ابتدى. قال لي طب والتدريبات؟ قلت له خلاص تدريبات انت اتمرن انت. قال لي طب نعمل ايه دلوقتي؟ انا صعب عليا بصراحه لانهم غلابه يعني فاهم. قلت له بص دي بلد حلوه وانت خلاص بقى انسى موضوع ايه، انسى موضوع الراس التنوره دي والبسبسيل ما تمشيش كده بقى. قلت له كده والله العظيم. قلت له اصل لو مشي كده هيتمسك. انت عارفه سويسرا ما فيهاش هزار واخبيه يعني ما واحد لابس جنينه هيمسك فارت. لا ده انا نازل وراه ناس وفي منهم مركبين شعر مستعار لسبب ما انا مش عارف. فقلت له حضرتك بص يا اخوانا انتوا ايه صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. قلت له انت ايه؟ ايه اللي على الكلام ده؟ والموضوع باظ خلاص ولا في بقى افتتاح ولا حاجه. انزل بقى روق نفسك يعني، انزل خد تاكسي من هنا يعني ايه يعني مفيش. قلت له ولا في راس ولا في بتاع خلاص هي الدنيا والحمد لله يا عم اللي جت على كده. بالظبط مهرجان ايه؟ بقول لك مهزله. تورينو ده راح 144 واحد ما لهمش علاقه باي حاجه. طبعا ايه بقى منهم صحفيين، ولو صحفيين مهمين بيجي هو ومراته وبتاع. الصحفيين دول بقى وظيفتهم ايه؟ بيجي هنا يكتب ايه؟ تورينو ترقص على انغام المزمار البلدي. انت واخد بالك؟ وان السفير كان عظيم والبعثه كانت والطلاينه قعدوا يجروا ورانا وقالوا معقوله طب ممكن والنبي نيجي مصر وحاجات زي كده. ليه؟ لان هو متظبط واخد بالك؟ عشان يجي السنه الجايه. فانت في النهايه حاله فساد كامل. كامل يعني في الاخر انت دي مش اول مره. طبعا هي دي اللي زي ما حضرتك بتقول مشكله ارتباطها بمؤسسه احنا بنعتز بيها والمفروض انها منضبطه، انما انت عندك حاجات غير عاديه حصلت كتير جدا كتير يا راجل. اللي الحادثه اللي هي بتاعت سنه 96 ولا 98 لما قتلوا السياح الارهابيين حلو في الاقصر، جاء واحد و أبو واثنين أبو وأم بنتهم إنجليزية ماتت يشوفوا آخر مرة أو يشوفوا الحتة اللي ماتت فيها إيه بنتهم. أما الأخبار عملت معهم حديث الأب والأم اللي بنتهم اتدبحت قالوا إيه مصر، هم بيقولوا مصر بلد الأمن والأمان. بعمارة إيه يعني تخبان. ونحن نشكر السلطات المصرية على إيه يعني على ايه؟ انت يعني اذا كان بنتهم ماتت يعني انت ناقص يقول لك ايه؟ هنبعت لكم الواد اخوها بقى ايه؟ يعملوا ايه؟ مره كتبوا في الاهرام قال لك سائحه المانيه بتعيط لان اهلها عايزين يسيبوها مصر وهي راحت في مطار القاهره وقلبها مش متوحى وعايزه تقعد في مصر. فطبعا الالمان جت فالسفاره الالمانيه راحت بعتها فورا. طلعت واحدة عندها مشكلة نفسية
وفهم. هي اول ما شافت الراجل الالماني قالت له ايه هي فرانكفورت بقت وسخه ليه كده، هي عندها حاله من زي الزهايمر او لخبطه، فهي في دماغها ان هي في فرانكفورت تمام، فبتقول له فرانكفورت بقت وسخه. الحقيقه ده صحيح. بعتوا تكذيب للاهرام ما اتنشرش، يعني قالوا الست دي مضطربه ومحدش اهلها، لا هي عيطت ولا اي حاجه، دي ست بتجيلها حالات بتتلخبط وست كبيره، فما اتنشرش. فانت في النهايه منظومه، عشان كده كان لازم يحصل ثوره، لان منظومه كامله بايظه وفاسده وكذابه وظالمه وطارده لاي بني ادم محترم وفي كله بقى، يعني في كل حاجه واخد بالك. وبالتالي ده يعني مش هينفع، بغض النظر مش هينفع ان نعيد بقى تاني الكلام ده. وبرضه اداء الهيئه العامه للاستعلامات بعد 30 سنه، ايه الهيئه بتعمل؟ ايه الهيئه العامه للاستعلامات؟ يعني لولا بتعمل الدور اللي هم فيه بتعمل ايه الهيئه العامه؟ بتجيب بتاع انت غلطان في النحو، كاتب بتاع غلطان في النحو وجايب صوره لواحده ايرلنديه من الانترنت حاططها في المسخر ومش عارف تعمل ترجمه فوريه، جايب واحده ماسكه ميكروفون بعد ما الراجل يقول، عارف زي فيلم نجيب الريحاني بتاع لا اللي هو قال له انت سي عمر، قال له انا انت مش فلان ابن فلانه، قال له كان هو لابس مهرجه، قال له في عرضك تاكل عيش، فقال له ده هندي، قال له هندي اصلي. بقينا كده الست الراجل اللي بيتكلم انجليزي 10 جمل بتقول هي جمله، هو مبسوط وبتاع بس، يعني مش معقوله. طب مش عارف يعني انتوا على كل الفلوس دي مش عارف تعمل سماعات وتعمل ترجمه فوريه زي البني ادمين المحترمين، وبتعمل ايه هيئه الاستعلامات؟ انت عارف عندنا مركز كم مركز اعلامي اموال طائله، اللي هو بيقول لك مفيش فلوس، لا في فلوس، ايه في هيئه الاستعلامات دي؟ ايه بتعمل ايه هيئه الاستعلامات؟ ولا اي حاجه. ميزانيتها مليار ونص في السنه. حابب تعمل ايه؟ عملت لنا ايه؟ ما عرفناش ندافع عن 30 6 ولا اي حاجه، ولا 30 6 ولا 30 7 ولا والموضوع كله ناس ولاد ناس قرايب ناس بيوديه ينبسط ويتظبط هناك ويعيش ولا بيعملوا اي حاجه. فلازم كل ده يتفور بصراحه، يعني لازم كل ده بس محتاج ندوه، فكره التفوير ده محتاج ندوه كامله باذن الله. انا شايف يعني ثوات، لا 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 الثوره مستمره والثوره. اتفضلي حضرتك وبعدين. اتفضلي اتفضلي. يعني ايه الفكره من ده؟ عشان صح، عشان ممكن اذيك رئيس وزراء بالظبط. لا وفي محلات في محل في الهرم بتاع حمام محشي عامل قاعه اسمها قاعه كبار الزوار. والله العظيم حاجه لطيفه، ده غير قابل للترجمه برضو، يعني انت تروحي. فانا طبعا يعني مش هتساءل على ايه بالظبط، ايه معايير كبار الزوار اللي حضرتك بتصنف فيها الزبون على انه من كبار الزوار؟ والله لا، كان مره معايا خواجات ففتح لنا قاعه كبار الزوار، فقلت له يعني يا ريت والله بكتر خيرك. اشكرك. فا يعني برضو دي من العجائب، يعني ده مطعم، ايه علاقة كبار الزوار بان انت هتاكل حمام محشي؟ يعني انت لما تكون في كبار الزوار هل انت كزائر كبير بتاكل كمية حمام محشي اكتر ولا ايه؟ مش فاهم. بالظبط حاجة يعني حاجات عجيبة. لا موضوع الصحفيين ده طبعا ابتزاز. من بنها للتحرير ليه؟ يعني
اللي هو ده عنده استعداد ما ياخدش مرتب بس يتربى في المؤسسه دي على انه يعمل واحد ضاج يعني واحد كل اللي حضرتك كل الفئات فيها فساد. مش هقول كل الناس فاسده طبعا، في ناس كويسه كتيره. امال مين اللي عملوا الثوره؟ مش كلهم طبعا، طبعا مش كلهم. الاستاذ صحفي من اليوم السابع ومش عاجبه كلامه من حقه، وانا ايضا التعميم غلط. الناس اللي عملت الثوره انا بعتقد يعني هم الناس اللي رفضوا ان هم يفسدوا، وكان منهم صحفيين وكان منهم ادباء وكان منهم اطباء وكان منهم لا اللي عملوا الثوره مش استثناء. اللي عملوا النظام لا، بس برضو انا ضد هذا التعميم بصراحه. ولكن انت لا، في فساد في كل حته، في كل حته يعني. انا شغال في الطب يعني، وفي الجامعه كمان، فاقدر اقول لك يعني فوق 75% من ممارسه الطب غير الكتب تماما، كلها بحثر عن الفلوس يعني. كميه العمليات اللي في الجسم مش انديكيت ميديكال يعني غير عاديه يعني. انا كنت بعرف اضرب في كندا، والدتي كان عندها مشكله في رجلها، راحت للدكتور قال لها قسطره، قلت لها انا ما تعملش اي حاجه، استنى لما اجي انا واشوف واعرف اناقش الدكتور. وبعد كده لما يلاقي المريض مش اوير قوي بالموضوع على طول يدبوا الانفستيجيشن او الانترفنشن الغايه عشان يطلع منه فلوس. لا الفساد موجود، بس مش معنى كده ان فيه زي ما الاستاذ بيقول، مش معنى كده ان فيه مهنه فاسده ما ينفعش او كل العاملين فيها. لا طبعا، ولكن الفساد موجود في كل حته. ما هو الدكاتره اهو، ما عنديش احصائيه، بس عندي انه ده لا يجوز ان يكون موجود. لا لا، هو بيقول بقصده حاجه تانية انه موجود في كل حته يعني ده عادي. لا انا بقول لحضرتك الدولة المصرية اكبر بقى الفساد منظومة طبعا في كل المهن، انا قصدي في كل حتة، قصدي في كل المهن يعني، في كل المهن. واخد بالك عندك طبعا في الطب ناس كتير، قسطرات القلب والحاجات دي بتتعمل كده بغض النظر من غيرها في انفستيجيشنز. اتفضل. لا بدون قطع. لا لا اتفضل. بمناسبة الفساد، في مؤشر فساد عالمي في سنة قبل الثورة، قبل الثورة كان احترت مصر المركز 98 من بين 198 دولة، شملهم التقرير اللي بتصدره منظمة الشفافية الدولية Transparency International. كم؟ مصر كانت مركز 98 من 178. السنة اللي فاتت 2013 مصر نزل 100 يعني 114 من لا مؤشر الفساد بالعكس. لا الافسد، الافسد هو اللي في الاخر، هو اللي في الاخر مش اللي هو في الاول. لا الافسد هو اللي في الاخر يعني. السنه اللي فاتت نزلنا 114. ما شاء الله ما شاء الله علينا. مين الدوله رقم واحد؟ واحد دي اللي انضف حاجه. الصومال افسد دوله. الصومال عند الدنمارك مركز. الدنمارك مركز. لا اقل حاجه الصومال بقى في الاخر. الصومال 100 اخر دوله 178. وما فيش دوله في الصومال اصلا. كان 178 في قطر. لا مش معايا والله يعني. انا السعوديه. لا لو عايزين تعرفوا مؤشر الدول الفاشلة، احتلت مصر المركز 49 وتونس المركز 118 من ضمن 177. بس ده بالعكس. وده موجود عند اتحاد. انا كنت كاتب مقال قبل الثورة على طول، كان اسمه بالارقام مصر وتونس. بس رجعت الترتيب، مصر دلوقتي في الـ list of countries by failed states index اللي هو failed states index، مؤشر الدول الفاشلة. مصر احتلت المركز 34 في سنة 2013. فاشل ولا فساد؟ لا failed states. بس يعني نمرة واحدة هو الأفضل. 34 احنا كنا 49 قبل الثورة. قبل الثورة كنا 49. يعني قلينا كمان. بقينا أسوأ. بقينا أفشل. أفشل.
في هذا المؤشر بقينا بنحتل المركز. بس احنا مش المفروض ان يعني دي مش مسؤوليتنا احنا بصراحة. يعني دي مسؤولية اللي في الحكم. انت مالك انت المواطن المصري مش هو اللي خلى ان في فساد يعني. لا ما يعني طبعا بس هو اللي معطل العدل يعني. انا هتفرج على الحديث طبعا. انت واحد حساب المواطن اللي مش هتشتغل بيخلف كتير وبينام كتير. قال كده ولا انت؟ لا 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 هو على فكرة قال نفس المعاني بس انا بهزر طبعا. قال ايه؟ قال الشعب هو شيء الشعب شفته؟ قال ايه؟ هو حديثه كله ان الدولة ملهاش دعوة، هي الشعب اللي لازم يضحي وهو اللي يشيل وهو اللي يشتغل وهو اللي يعمل، والدولة والحكام دول ملهمش دعوة بحاجة. يعني احنا ملهاش دعوة في الشعب. هو احنا يعني فضل. عندنا مشاكل هل دلوقتي بس يعني هل في امل يعني في دلوقتي يعني حركة على سواء شخص حبيب صباحي تخيل لو خالد علي قرر يترشح هيحصل عليه نفس الكلام دوت الاعلام بشكل يعني باستثناء بكره الساعه 10 الاعلام كله شغال على نفس الخط يعني هو باستثناء بكره الساعه 10 ده الخط الوحيد اللي ممكن يكون مخالف ايه بكره الساعه 10 بس باسم يعني فباستثناء البرنامج بتاع باسم يوسف اللي هو ساعتين كل اسبوع بس انا محبت ان كل الاعلام بتتحرك في اتجاه واحد فهل في لا يوسف يعني لا يوسف وليليان ليليان كويسه قوي ليليان هايله ليليان داوود اون تي في ماشي اتفضل انا اخر دول يعني الخط ضغط وسط صوره صوته كبيره ف انا مستنج من صاحبي زي ما قلت لك يا جماعه يعني حابين ليه تاريخ خالد علي هيجي الدور عليه خالد علي هيجي الدور عليه مسك نفس المسك الناس دي كلها مش المفروض انها تحصل معاه كده فلو كل الاعلام موجود في اتجاه فلازم حضراتكم طبعا بس انا هنا مش انا هنا مش البتاع مش شغال انا هنا مش بدعم مش دعم بس الناس بتشغل طبعا بتدافع عن الاصول يعني ايه ده يعني انت يا تعمل انتخابات يا خلاص فضها سيره ونوفر تعمل انتخابات دي برضو زي دي زي البحث العلمي برضو الانتخابات دي ليها ما اقدرش اقول على حق ان ده ميكروفون غير لما يبقى ميكروفون واخد بالك وبالتالي الانتخابات دي المفروض تكافؤ فرص شفافيه تمويل حد اقصى للانفاق الانتخابي تكافؤ فرص في الاعلام كل الكلام ده ما كانش ده موجود واخد بالك يبقى ما فيش انتخابات طب لو ده ما كانش موجود وسيظل ممكن تنصح حمدين صباح انه ينسحب بشكل ليه؟ شخصي لا لعلمك لعلمك ان حمدين وجود حمدين مهم جدا لانه هيكشف عن يعني الموضوع لن يكون سهلا بغض النظر هيكسب ولا مش هيكسب خلاص ولا يمكن ان تنكر ان المشير السيسي له شعبيه حقيقيه خلاص انما اي متجاوزات لن تكون مجانيه لان انت عندك حمله عندها خبره بتاعت حمدين حمله منظمه منتشره فيها ناس مخلصين مش بتوع يعني مش جايبهم انت بتوع الحزب الوطني ب 100 جنيه في اليوم ولا الكلام ده وبالتالي لن يعني اي تجاوزات في هذه الانتخابات لن تكون مجانيه هتتكشف وهي وده انا شايف ان دي اكبر ميزه في ان حمدين رشح نفسه واتمنى ان هو خالد علي يعني ما يكرروش نفس الموضوع يعني موقف البرادعي في انتخابات 2012 لما انسحب وقال مفيش برادعي غلط اخطاء دفعت ثمنها الثوره المصريه مجموعه اخطاء كثيره جدا من ضمنها الانسحاب لغايه الاخر انا يعني معلش انا احب لا انسحبه من انتخابات هو بينسحب على طول